والأخبار نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغو الأشواق. احنا كنا قلنا ايه في المحاضرة الرابعة؟ حلو، اربع محاضرات اللي فاتوا كنا عملنا تدريبات اللي هو تسجيل عملي اللي هي في منشأة التواصل اللي احنا بنسجل فيها شهرين، عملنا شهر واحد وشهر اتنين. تمام، دي كده كانت محاضرتين، وطبعا كان في محاضرتين تانيين اللي هو البداية مثلا، يعني أول محاضرة كانت اللي هو بدأنا من الأول خالص المدين والداين وتعريف المحاسبة ومعايير المحاسبة. بعد كده ثلاث محاضرات اللي بعدهم سجلنا بقى في الدفاتر يومية وأستاذ، وعملنا قيود الافتتاحية. طيب عشان نعرف نكمل بعد كده من غير ما يقابلنا صعوبات، طبعا الأساس في الكورس التدريبات العملية اللي هي على المنشأة أو الشركة اللي احنا عاملينها، عشان نعرف نكمل بدون أي صعوبات لازم نراجع على القيود والعمليات المالية الأساسية اللي بتحصل في أي منشأة أو أي شركة. طبعا نراجع عليها بشكل مبسط، نراجع عليها بشكل مبسط، وبعد كده بإذن الله نكمل الشرح أو التطبيقات بقى، التطبيقات العملية الأساسية. طيب انا كنت قايل لكم المره اللي فاتت ان احنا المحاضره الخامسه باذن الله والسادسه او الخامسه بس على حسب ما احنا نخلص هتبقى قيود، هناخد القيود اليوميه كلها ودفاتر استاذ بشكل امثله اسلوب اكاديمي كده عشان نلم جميع العمليات الماليه تقريبا الاساسيه. صح، يعني انا قلت لكم كده المره اللي فاتت فعلا. تمام، لا الصوت حلو اهو، الصوت فيه حاجة يا جماعة؟ الصوت تمام، اللي عنده بقى مشكلة من الصوت يعمل بقى ريفرش من عنده. طيب بسم الله هنبتدي. لا الصوت حلو عند الناس كلها. هو هيبقى يا جماعة يوم الخميس بس، بس هيبقى يوم الخميس كتير يعني، يعني اللي هناخده يوم الخميس ما بيساوي محاضرتين، لان طبعا عندي ازمه، في ازمه الايام دي في الوقت، فمش هعرف ادي يومين في الاسبوع، فانا هخليه يوم واحد من 3 لـ 4 ساعات على حسب. بص الفكره مش العدد الساعات، الفكره المقدار اللي انا عامل حسابي ان انا اخلص فيه. تمام، هو الخميس باذن الله معدت عن الثابت، المفروض 7:30، حصل مني تأخير أو أي حاجة بسبب الظروف بيبقى مثلا نص ساعة ولا حاجة، بس بإذن الله هي بس الظروف اللي عندنا تتحسن ويبقى المواعيد مظبوطة بإذن الله. طيب فإحنا على طول بعد كده كل خميس 7:30 خلاص، ده الميعاد الثابت بإذن الله، وخلاص مفيش يوم الاثنين. تمام، ان شاء الله. طيب المحاضره بتاعت النهارده دي هتفيد اي حد سواء اللي كان حضر معايا قبل كده او ما حضرش، لان يعتبر هناخد العمليات الماليه كلها. طيب شوف، يلا نبتدي، مفيش مشكله. بص حضرتك الناس اللي اول مره بتحضر كورس المحاسب المؤهل تطبيقات عمليه، يعني بنجيب دفاتر، دفاتر واقعية وعمليات مالية، وبنسجل، بنسجل فيها كأنها شركة بجد. تمام، وبنجيب عمليات مالية بتحصل بجد وشركة، وبنشوف المعالجات المحاسبية والمشاكل المحاسبية اللي بتقابل سواء في شركات أشخاص، شركات أموال، هو طبعا كذا مرحلة وكذا مستوى، يبقى اقرأ عنه في اللينك. تمام، شركات أشخاص، شركات أموال، في جزء بنوك، جزء معايير، جزء إلكتروني، في أجزاء كتير جدا في الكورس ومتقسم بأسلوب معين. فاحنا لسه يعتبر برضو في الاول، قايل لكم على فكره هو كله 70 48 محاضره كورس بالكامل، فهو 48 محاضره، يعني احنا دي الخمسه لسه. طيب
فالمحاضرة دي مش معتمدة على المحاضرات اللي فاتت، احنا هنبتدي على طول بس عمليات مالية ومحلها، دي ملهاش دعوة بالمحاضرات اللي فاتت، يعتبر مراجعة على أصول المحاسبة. طيب دي عمليات وأنا مطالب إن أنا أحل قيودي اليومية وأرحل الكلام ده لدفاتر الأستاذ وأعمل ميزان المراجعة. طيب نمسك كده عملية عملية بسرعة. 1/7/2011 بدأت زينب نشاطها التجاري بفتح حساب في البنك باسم المنشأة وأودعت فيه رأس المال ومقداره 250,000 جنيه. لما نيجي نقرأ الجملة دي كده، ده قيد افتتاحي، ده بدأت قيد الافتتاح اللي احنا كنا عملناه حتى في التطبيقات. فالقيد الافتتاحي لازم أثبت فيه رأس المال، ورأس المال طبيعته دائن فبيجي في الطرف الدائن. طيب بتيجي الأصول في الطرف المدين، لأن طبعا أنا رأس مالي ده بيبقى عبارة عن أصول ناقص خصوم، فلو مفيش خصوم تبقى هي عبارة عن الأصول. الأصول بتيجي في الطرف المدين كلها، يبقى أقول من حساب وأحط جميع الأصول وإلى حساب رأس المال والخصوم. وبما إن هنا في الجملة دي الأولانية أنا ما عنديش هنا غير البنك فقط من الأصول، فقلت من حساب البنك إلى حساب رأس المال بالمبلغ 250,000 جنيه، ويبقى الحل أهو من حساب البنك إلى حساب رأس المال. تمام كده، وأدي دفتر اليومية أهو، مدين والداين والبيان اللي بكتب فيه القيد المزدوج، رقم المستند الأصلي لو موجود زي ما احنا قلنا مثلا دي كانت المستند الأصلي بتاع القيد الافتتاحي اسمه حافظة سندات أو مستند قيد افتتاحي، رقم القيد ده القيد الأولاني، رقم الحساب في دفتر الأستاذ لما انقل الحساب ده في دفاتر الأستاذ، هل ده الحساب رقم 1 أو 2 على حسب الدليل اللي أنا عامله، وأدي تاريخ العملية. طيب نشوف تاني عملية. في 2/7 اشترت زينب مبنى لمزاولة نشاطها التجاري بمبلغ 150,000 جنيه. أنا ممكن أقف لغاية هنا وأبتدي أحل، أنا ده بس اللي أنا قريته وأقدر أحل عليه. أنا اشتريت مبنى، المبنى من الأصول، وأدام اشتريت مبنى فالمبنى ده زاد، الأصول دي زادت والأصول طبيعتها مدين، فهتيجي لي على طول في الطرف المدين من حساب المباني بمبلغ 150,000 جنيه. يبقى ادي كده لغاية هنا. طيب سددت منها مبلغ 50,000 جنيه بشيك، والله بشيك يعني حسابي في البنك كده قل، يعني هيبقى من حساب المباني اللي احنا قلناها الى حساب، هو المفروض الشيكات لو انا عايز اشتغل بتوصيب حساب الشيكات او حساب البنك لو انا هعمل مذكرة تسوية في نهاية السنة، الكلام ده هنبقى نشوفه في الجارد. يعني في ناس لما اصرف شيك، ادام صرفت شيك اصدرت شيك لسه انا كده ما صرفتوش من البنك، صح ولا لا؟ انا طلعت شيك، وانا لما اطلع شيك ده معناه ان حساب البنك بتاعي قل، لسه الشيك هياخده المورد هيروح يصرفه من حساب البنك، ساعتها حسابي في البنك يقل ويجي لي اشعار يقول لي ان حسابي قل. طيب انا ممكن اتعامل بالاسلوب ده وانا بفضل كده، اللي هو شيكات يبقى شيكات، صرفت طلعت شيك يبقى الى حساب شيكات، جالي شيك يبقى من حساب شيكات وارد تحت التحصيل او شيكات تحت التحصيل، وتوسط حساب الشيكات، ولما الشيك ده يتصرف يبقى الغيه وزود حساب البنك او نقص حساب البنك على حسب الشيك ده وارد ولا صادر. بس احنا هنا تسهيلا حاليا في الامثله اللي احنا فيها دي هنتعامل بحساب البنك على طول، بدل ما اوسط حساب الشيكات، يعني اجيب حساب الشيكات ده وسيط ويتصرف او يتحصل، تمام، فانا بتعامل على طول على حساب البنك، يعني اخدت شيك ازود حساب البنك، صرفت شيك اصدرت شيك طلعت شيك تقلل حساب البنك، ده وارد. وباجي في نهاية السنة بقى بيحصل فروقات، بلاقي ان حساب البنك في الدفاتر مش مطابق بالواقع، يعني في شيكات مثلا انا طلعتها فقمت منقصها من الحساب اللي عندي في الدفاتر، صح ولا لا؟ بس في الواقع هي في البنك ما قلتش. يعني تلاقي حساب البنك في الواقع اكبر من حساب البنك عندي في الورق في الدفاتر، والعكس لو شيكات وردة، لما يجي لي شيكات وردة انا اخدت شيكات فقمت مزود حساب البنك عندي في الدفاتر، وفي الواقع ان حساب البنك ما زادش، فيبقى حساب البنك عندي في الدفاتر اكبر من حساب البنك عندي في الواقع، فبتعمل مذكرة تسوية
عشان اطابق الاتنين مع بعض، ده في نهاية السنة. مفهوم الكلام يا شباب؟ الكلام ده طبعا تابع للجرد في نهاية السنة، فاحنا حاليا عشان نبقى فاهمين هنشتغل باسلوب البنك ده هنا دلوقتي وانا بشرح العمليات بسرعة، اما لما اجي اطبق في التطبيقات في منشأة الطواشي اللي احنا واخدين عليها المثال، هنوسط حساب الشيكات وهنيجي في كذا عملية هنغلط وهنعمل حساب البنك عشان اعمل برضو مذكرة التسوية في نهاية السنة، عشان لما اجي اجرد حساب البنك في نهاية السنة تمام الاقي فيه فروقات، عشان يبقى اخدنا الطريقتين، وسطنا حساب الشيكات وفي نفس الوقت اخدنا الطريقة التانية. بس ده في التطبيقات، اما حاليا انا هشتغل بنك على طول. مذكرة تسوية في الاخر يا استاذ محمود. طيب يبقى دلوقتي من حساب المباني ب 150,000 الى حساب البنك ب 50,000، اهو حساب البنك قل ب 50,000 وتعهدت بسداد باقي المبلغ لشركة المباني الحديثة بعد سنة. طيب انا اشتريت مبنى ب 150,000 دفعت منه 50,000، يبقى لسه باقي 100، ال 100 انا ما دفعتهاش، تبقى دائنون ولا مدينون؟ الناس اللي ليهم ال 100 جنيه دي دائنون ولا مدينون؟ دائنون. هما دايما الدائنون يا جماعة، الدائنون او الموردين هما اللي احنا بنشتري منهم، سواء اشترينا بضاعة او اشترينا اصول، صح كده؟ مورد يعني هو بيدينا حاجة، والدائن هو الشخص اللي له فلوس. فيبقى القيد ده من حساب المباني ب 150,000 الى حساب الشيكات او حساب البنك. ما انا بقول يا انسه سحر اكتب الشيكات او اكتب البنك، في طريقتين، الى حساب البنك او الشيكات والى حساب دائنون اللي هم شركة المباني الحديثة. طبعا هنا اكتب دائنون، ما تكتبش بقى موردين كلفظ افضل، لان دي انا اشتريت مباني، كلمة موردين دي بتتقال على البضاعة. يبقى القيد دلوقتي اهو من حساب المباني اللي اشتريتها ب 150,000 الى مذكورين البنك ب 50,000 وشركة المباني الحديثة اللي هم الدائنون ب 100,000. طيب الناس اللي بتتلبخ في المدينة، لو كنت الناس اللي حضرت معايا او اتفرجت على المحاضرات المسجلة، طبعا يعني المفروض ما فيش لبخ خالص في المدينة والدائن، لان انا اديتكم المعادلة واديتكم القاعدة وطبقنا عليها كذا مرة، تمام؟ فانا هتعامل يا جماعة مع الكل حاليا ان الناس تبعت المحاضرات بتاعتي، فهتعامل على اساس ان انتوا عارفين ايه المدين وايه الدائن، فهنحل على طول. يعني الناس بقى اللي ما تابعتش مثلا المحاضرات تعذرني ان مش هقدر ان اتكلم دلوقتي في مدين وداي، لان طبعا كان في محاضرتين كاملين كنت بتكلم عنهم. طيب يوم 5/7 اشترت زينب بضاعة ب 1000 جنيه، اشترت زينب بضاعة بمبلغ 120,000 جنيه. طيب انا اشتريت بضاعة، شوف انا ما بكملش الجملة للآخر، اشتريت بضاعة، المشتريات دي مصروفات، يبقى من حساب المشتريات ب 120,000، لما سدد منها 40,000 نفس الكلام، يبقى الى حساب الشيكات او البنك ب 40,000، والباقي على الحساب يبقى الى حساب الموردين اللي هم شركة التجارة الحديثة، نفس الصفات اهو. يبقى من حساب المشتريات ب 120,000 الى حساب البنك ب 40,000 وحساب شركة التجارة الحديثة مورد له فلوس عندي ب 80,000 جنيه. ها كله معايا ولا حد نام؟ كله نام؟ ايوه حسسوني كده ان انتوا معايا، كله كده يبقى معايا على الشات، تمام. مفيش نوم بقى، محاضرة الخميس بعد كده تبقى تقيلة، عايزين نخلص الكورس كله. طيب
يوم 7/7 اشترت زينب اساس من شركة الاساس الحديث بمبلغ 20,000. طب اقف لغاية هنا، من حساب اساس ده اصول والاصول تيجي مدين، يبقى من حساب الاساس بمبلغ 20,000 جنيه، صح كده؟ طيب من حساب الاساس ب 20,000 جنيه. طب والله لو دفعت اقول ايه لحساب الطريقه اللي انا دفعت بيها، بس انا هنا الاساس كله على الحساب، يبقى ايه لحساب الدائنون. ها خلي بالك بقى، كلمه موردين دي للبضاعه، خلي بص، الموردين هم الدائنون، الاثنين ليهم فلوس ماشي. المورد بيجي يديني حاجه، بيورد لي حاجه ويبقى له فلوس، والدائن يعني له فلوس، بس كلمه مورد دي هاتها مع البضاعه لما اشتري بضاعه. اشترت زينب اساس بمبلغ 20,000، يبقى من حساب الأساس ب 20,000 على الحساب، يبقى إلى حساب الدائنون اللي هم شركة الأساس الحديث. أوراق الدفع دي وصولات أمانة، ملهاش دعوة دلوقتي خالص بالموضوع ده. أوراق الدفع عليها كمبيالة، سند إيه دي؟ وصولات أمانة. طيب باعت زينب بضاعة بمبلغ 100,000 جنيه. طب أسأل سؤال، هي البضاعة مش طبعا إيرادات، والايرادات في الطرف الدائن، يبقى انا كده عرفت على طول اول ما ببيع بضاعه ان المبيعات بتجيلي في الطرف الدائن. حصلت منها 40,000 نقدا والباقي بشيك. هو انا لما اخد فلوس سواء بنك او بشيك او خزينه، الخزائن دي كلها تبع الاصول وبتيجي في الطرف المدين، صح ولا لا؟ تيجي في الطرف المدين عشان زادت، يعني هيبقى القيد ده من حساب الخزينة ب 40,000 والبنك ب 60 إلى حساب المبيعات ب 100,000، صح ولا حد مختلف معايا؟ صح ولا في اختلاف؟ المبيعات جت الطرف الدائن والبنك والشيكات أو الخزينة آسف أو الشيكات جت في الطرف المدين. لو تلاحظ المبيعات عكس قيد المشتريات. 15/7 اشترت زينب بضاعة بمبلغ 30,000 جنيه. انا اشتريت بضاعة، يبقى من حساب المشتريات، صح كده؟ من حساب المشتريات 30,000 جنيه، سددت نصفها نقدا والباقي على الحساب. نصف ال 30 15 سددته نقدا، يبقى الى حساب الخزينه، والباقي ما سددتوش، يبقى الى حساب الموردين عشان دي بضاعه اللي هم شركه اتاره الحديثه. يعني القيد ده اشترت زينب بضاعه بمبلغ 30,000، قول من حساب المشتريات بمبلغ 30,000 جنيه، لما سدد نصفها نقدا يبقى الى حساب الخزنه ب 15,000، ولما الباقي ما سددوش يبقى الى حساب الموردين اللي هم شركة التجارة الحديثة بالباقي، وهو ال 15,000 جنيه. طب ليه بكتب مشتريات وما بكتبش بضاعة لما بشتري بضاعة؟ ليه بكتب من حساب مشتريات وما بكتبش من حساب بضاعة لما بشتري بضاعة؟ اهو ده القيد، من حساب المشتريات اشتريت بضاعة 30,000 الى مسؤولين الخزنة بالنص 15، شركة التجارة الحديثة المورد ب 15. السؤال بتاعي، ليه ما كتبتش مكان المشتريات من حساب البضاعة؟ ينفع ولا ما ينفعش ولا ايه؟ لا ينفع، ينفع اكتب من حساب مخزون، ينفع اكتب من حساب مخزون مكان المشتريات، ولكن يا جماعة بص، في طريقتين دايما المحاسبة فيها مرونة، تمام؟ في كذا طريقة او كذا اسلوب بنستخدمه، ما مش عايزين اللي هو يحصل جمود وعدم مرونة على اسلوب واحد فقط، لا طبعا. بص، من حساب المشتريات دي بوسط حساب مشتريات. الكلام ده بنظام الجرد الدوري، ايوه ده الجرد الدوري اللي انا شغال عليه، اسلوب اسمه اسلوب الجرد الدوري. اما لو انا اشتغلت على الجرد المستمر بقول من حساب مخزون. طبعا الكلام هيطول في الحته دي، فطبعا كله في وقته، كله في وقته، بس حبيت بس انبهكم ان ممكن اكتب من حساب مخزون ولكن ده اسلوب تاني. طيب اما انا ماشي دلوقتي على الجرد الايه؟ الدوري. جرد الدوري يعني بعرف قيمة البضاعة اللي عندي في بداية كل سنة، أو في بداية كل فترة مالية محاسبية، وفي نهاية كل فترة محاسبية. جرد دوري على دورات، بعرف قيم البضاعة اللي عندي في بداية الفترة بتاعتي،
بقول عليها بضاعة أول المدة، بعد كده طول السنة ما أعرفش البضاعة اللي عندي بكام، عشان كده بوظت اشتريات ومبيعات، وأجي في الآخر بعرف قيم البضاعة اللي باقية عندي في نهاية الفترة لما أعمل جرد وأقول عليها بضاعة آخر المدة. ده أسلوب الجرد الدوري. أسلوب الجرد المستمر كل يوم وكل عملية مالية يبقى معايا قيمة المخزون اللي موجود عندي حاليا دلوقتي. عشان كده لما بشتري بضاعة بتزودها على المخزون، أقول من حساب المخزون زودتها على الأصول، المخزون على طول. إما هنا أنا ما زودتهاش على الأصول، أنا هنا وصلت حساب مصروفات اسمه المشتريات. موضوع هيتضح لما ناخد الجرد القوائم المالية في نهاية، مش عايزين نستعجل. في طبعا ايه تشعبات كتير وفي كلام، احنا دايما ايه مش عايزين نستعجل، بس انا اديتكم بس نبذة بسيطة. طيب نشوف القيد اللي بعده. باعت زينب بضاعة بمبلغ 70,000. طب ما دام بعت يا جماعة يبقى إلى حساب المبيعات ب 70,000، صح ولا لا؟ باعت زينب بضاعة بمبلغ 70,000 يبقى إلى حساب المبيعات بمبلغ 70,000. ثواني. طيب يبقى إلى حساب المبيعات ب 70,000 لمحلات الهدى حصلت 20,000 بشيك، يبقى البنك زاد أهو من حساب البنك، صح ولا لا؟ يبقى من حساب البنك ب 20,000 جنيه، والباقي على الحساب. يعني الناس عملاء، أيوه عملاء، عملاء اللي هم الناس اللي عليهم فلوس اللي هم المدينون، صح ولا حد مختلف معايا؟ لما ببيع بضاعة وما خدش فلوسي يبقى الناس عليها فلوس، يتقال عليهم مدينون اللي هم عملاء. هيبقى القيد ده من حساب الهدى اللي هم العملاء بالباقي اللي هو 50,000، ومن حساب البنك بال20,000 إلى حساب المبيعات ب 70,000 جنيه. تعال نشوف القيد. انا ببضاعة اهو يا جماعة بمبلغ 70,000، المبيعات في الطرف الدائن ب 70,000. ما هو استاذ محمود النقدية، لا اما نقدية في الخزينة او نقدية في البنك، عموما اصول نقدية او النقدية وما في حكمها، اللفظ ده بيطلق على اي سيولة، اي فلوس سواء في البنك او الخزينة. طيب يبقى المبيعات جت في الطرف الدائن ب 70,000، جه في الطرف المدين البنك بقيمة الشيكات اللي حصلتها ب 20,000، والهدى العميل بقيمة الفلوس اللي باقية عليه ال 50,000 جنيه. طيب ما عشان أحدد بس أعرف حساب البنك اللي عندي، أنا كده أبقى جمعت الاتنين على بعض عشان أعرف حساب البنك. الكلام ده هتلاقيه عندنا يا أستاذ محمود في التطبيقات بتاعتنا، كنا عملنا كده في الأستاذ المساعد فقط، في دفتر الأستاذ المساعد بالطريقة الأمريكية كنا جمعنا النقدية كلها، عملنا نقدية، عملنا خانة كده اسمها نقدية، ودي كان فيها البنك والخزينة. بس لازم في التفصيل أنا بفصل، على فكرة مش لازم، أنا لو عايز أنا كمحاسب وعايز أمشي خلاص أخلي النقدية دي شاملة أي نقدية سواء البنك أو الخزنة، يا جماعة أعمل بقى، بس أنا كده لا أعرف البنك هيبقى فيه كام ولا هعرف الخزنة لوحدها هيبقى فيه كام، صح ولا لأ؟ قلنا خلي فيه مرونة، ليه مش لازم أو ليه غلط يعني؟ بس أنت كده أثر كده هيبقى إيه عندك؟ أثر كده إن كلمة النقدية عندك دي هتبقى شاملة كل فلوس، حتى لو في صندوق المصروفات الناس، اي خزنه، حتى لو خزنه بسيطه صغيره عندك. انا ممكن في الشغل يبقى عندي خزائن فرعيه وخزائن عامه، صح؟ انا هدمج الخزائن الفرعيه على الخزائن العامه على حساب البنك، على حسابات البنوك لو عندي حسابات كذا بنك بالحركه اللي احنا ايه هنعملها دي. يبقى لو كتبت نقديه فقط هتبقى النقديه دي عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن حساب بنك فيصل، على حساب بنك الاهلي، على حساب بنك مصر، على حساب الخزنة العامة، على حساب الخزنة الفرعية، حساب دول المصروفات النثرية. ماشي جميل، مش غلط، ومش هتأثر لي في أي حساب ختامي، ولا هتأثر لي على قائمة المركز المالي، ولا هتأثر لي عشان أعرف السيولة، مش هتأثر على أي حاجة. كل اللي هتأثر عليه بيانات تفصيلية،
مش هعرف البنك فيه كام، مش هعرف بنك فيصل لوحده فيه كام، مش هبقى عارف الخزنة اللي عند الرئيسية فيها كام، وهكذا. ده على حسب يا جماعة المتطلبات اللي أنا عايزها، المعلومات المحاسبية اللي أنا عايزها. أنا لو في شغل ما يلزمنيش إن أنا أعرف البنك فيه كام أو ده فيه كام، خلاص يا سيدي، يعني بدل اللخبطة اعمل أصول نقدية على طول مرة واحدة. وهكذا يا جماعة، مشيها في المحاسبة بالنظام ده على طول. انا اللي بحدد نوعيه المعلومات اللي انا عايزها، ادام ما خالفتش، ادام انا ما خالفتش يعني معايير محاسبيه او خالفت قواعد محاسبيه فما فيش مشكله. في بعض القوائم الماليه لما تيجي تتعمل بعمل يا جماعه اصول نقديه بس فيها، على فكره تلاقي قائمه المركز المالي باين فيها اصول نقديه فقط، فقط لا غير، بس بتلاقي ممكن توضيح في الإيضاحات بتاعة القوائم، بتلاقي فيه توضيح حساب البنك كذا وحساب الخزينة كذا، عادي ممكن ما احطش التوضيح في قوائم بتبقى كده. التوضيح ده ممكن بيبقى عندنا في إدارة داخليا، اما القوائم المالية اللي بتاعة الأطراف الخارجية ما يبقاش فيها الكلام ده. طيب كلام مفهوم يا جماعة اللي فات؟ يوم 25/7 سددت مبلغ 50,000 من المبلغ المستحق لشركة التجارة الحديثة وذلك بشيك. وأنا لما سدد فلوس من البنك بجيب البنك اللي هو الخزائن بتاعتي في الطرف الدائن، صح؟ اه، البنك قل اهو، الخزينة قلت، الأصول النقدية قلت، بقى إلى حساب البنك ب 50,000. طب ويبقى من حساب إيه؟ أقول لك على حاجة، أنا عليا فلوس مبلغ مستحق عليا لشركة التجارة الحديثة، يعني شركة التجارة الحديثة دي كانت دائن، صح؟ كانت دائن، كانت ليها فلوس، هو انا لما سدد لها مش كده تتلغى؟ ما عادش ليها فلوس عندي. وقلنا الداين لما احب الغيه هاته مدين، والمدين لما احب الغيه هاته داين. طب ما هو نفس الكلام دلوقتي، انا عليا مبلغ مستحق لشركه التجاره الحديثه، يعني شركه التجاره الحديثه دائن، لما سددها هاتها مدين، يعني اقول من حساب الدائنون شركه التجاره الحديثه بمبلغ 50,000 الى حساب ب 50,000 جنيه. الكلام ده مفهوم؟ تمام اهو يا جماعه، يبقى من حساب شركه المباني الحديثه دي دائنون، بس ليه جت في المدين؟ عشان قلت خلاص سددت اللي عليا 50,000 الى حساب البنك ب 50,000. تمام، سددت زينب اجور العمال بالمنشاه عن شهر يوليو ومقدارها 5,000 جنيه نقدي. الأجور مصروفات والمصروفات مدين، تيجي باسمها فوق، يبقى من حساب أجور العمال مدينة اهي ب 5,000 إلى حساب، وأدام أنا سددت يبقى إلى حساب نقدا، يبقى إلى حساب الخزينة. شوف أنت بقى سددت إزاي، طبعا في الواقع العملي شوف النقدا دي يعني أنت سددتها نقدا من الخزنة ولا شيكات ولا إيه، على حسب. يبقى من حساب الأجور إلى حساب الخزينة، والأجور بمصروفات عمومية وإدارية. المصروفات العمومية والإدارية زي الكلام اللي مكتوب، المصروفات العمومية والإدارية كذاباً، هي الأجور، هي المرتبات، هي الكهرباء، ما كل دي مصروفات عمومية وإدارية. نفس، هنرجع لنفس الكلام تاني، عايز أفصل. يبقى افتح حساب للأجور لوحدها في الشغل، افتح حساب للمرتبات لوحدها في الشغل، وعشان أفصل يبقى لازم أسجل الأجور باسم لوحده، المرتبات باسم لوحدها. طب انا مش عايز افصل، عايز اخليها كلها مصروفات، يبقى من حساب ما هو نفس الكلام طبعا، التفصيل يعني افضل كده كده، لازم بفصل براحتي بقى. طيب وصل شيك بمبلغ 3,000، وصل شيك يعني انا اخدت شيك، يعني حساب البنك او الشيكات بتاعي زاد، صح؟ حساب البنك او الشيكات زاد، يبقى من حساب البنك 30,000. بيقول لي المبلغ ده من الهدى سدادا لجزء من المبالغ المستحق عليها، يعني الهدى كان مدين عليه فلوس اهو، لما يديني شيك او يبقى دائن، صح ولا لا؟ عشان قال يجي لي زي ما هو، بس يجي في القيد في الطرف الدائن، صح؟ يعني هيبقى القيد ايه؟ قوله بالظبط، من حساب البنك الى حساب المدينون وهم الهدوء. طيب احنا كده عملنا قيود اليوميه. تاني حاجه عايز اعمل حسابات الاستاذ لحساب حساب. طب انا مش هاخد كل الحسابات يا جماعه، هننقي حاجه واحده ولنفترض البنك، البنك، وبعد كده هعمل رأس المال، هنقي حسابين. طب ما تيجي نعمل رأس المال، والحسابات كلها عندكم في الماتيريال هتبقى موجودة. طب بص كده،
ده حساب الأستاذ اللي هو في شكل حساب حرف تي، مش بطريقة المتوسط، مش بطريقة الرصيد اللي هو بجيب الرصيد أول بأول، لا ده بجيب الرصيد في نهاية كل شهر مثلا، اللي هو أسلوب الرصيد المرحل والمنقول. طيب نحل بده، وكده كده في الواقع العملي بتاعنا وفي التطبيقات بتاعتنا بنحل بأسلوب الرصيد متحرك. طب أدي حساب رأس المال، بفتح طرف مدين، مبلغ المدين، البيان، تاريخ، وهنا المبلغ الدائن، بيان، تاريخ. واضحة؟ واضحة. طيب بتقوم رايح بقى شوف القيود اللي عندك، تدور لي على رأس المال فقط، أنا مش بنقل حساب رأس المال، دور على حساب رأس المال. مش هنلاقيه إلا في القيد الأولاني بس، لو دورت في بقية القيود كلها مش هتلاقي حساب رأس المال. طب بص هنا، رأس المال هنا، أنا يلزمني أدام أنا بعمل حساب رأس المال يلزمني مبالغ رأس المال، بس ما اكتبش رأس المال في البيان. طب ما أنا عارف إن أنا بعمل حساب رأس المال، يبقى أنا أكتب رأس المال في البيان ليه؟ تكتب اللي قدام رأس المال. وأقصد باللي قدام رأس المال يعني إيه يا جماعة؟ يعني رأس المال هنا جه داين، انقل رقم رأس المال الداين في الداين في دفتر الأستاذ، وأكتب في البيان قدامه أدام أنا في الداين تكتب المدين. طب استنى استنى، لو رأس المال لو أو لو أنا بعمل حساب البنك يا جماعة كنت هعمل إيه؟ كنت هنقل رقم البنك المدين في المدين، واكتب رأس المال اللي هو الداين العكس في البيان. طيب تعال نطبق كده، انا بعمل دلوقتي حساب رأس المال، يلا بعمل حساب رأس المال يلزمني مبلغ رأس المال، مبلغ رأس المال 250,000 جنيه، اروح اكتب ال 250,000 جنيه دي في الطرف الدائن زي ما هي. طيب قدامها بقى في البيان اكتب ايه؟ تكتب الطرف اللي قدامي، يعني اكتب من حساب البنك. اهو تعالى كده نشوف المنظر، اهو نقلت ال 250 الف اللي جم في الدائن باسم راس المال اهو، بس ما كتبتش قدامها راس المال، كتبت قدامها من حساب البنك، وادي بتاريخ 1/7. طب ليه؟ ما هو انا لو كتبت هنا راس المال انا كده فهمت ايه؟ فهمت ان ال 250 الف راس مال. طب ما انا عارف ان هم راس مال لان اسم الحساب اللي انا بعمله راس المال. اما لما انا كتبت القيد العكسي عرفت ان ال 250 الف بتوع راس المال دول جم من البنك. فاهمني ازاي؟ لو انا كاتب هنا راس المال مش هعرف ال 250,000 بتوع راس المال دول جت من ايه؟ جم من راس المال. طب ما انا عارف، انا عارف ان انا بعمل في حساب راس المال. لما كتبت القيد العكسي شوف، اجي اقرا دفتر الاستاذ كده، 250,000 جنيه راس مال دائن، يعني راس المال بتاعي 250,000 جنيه جه منين؟ جه من البنك، عباره عن فلوس اتحطت في البنك. واضح الكلام؟ الناس نامت ولا ايه؟ لسه بدري. تمام. طيب دلوقتي اعمل ايه بقى؟ طبعا لسه الكلام ده كده ولا كانه مكتوب. بتجمع الاطراف، يعني الطرف الدائن هنا مجموعه كام؟ 250,000. الطرف المدين طبعا ده لسه ما كانش موجود، ده متمم انا اللي هخترعه دلوقتي، انا اللي هخلقه دلوقتي. ده كان صفر، وانا نقلت حاجه هنا؟ ما نقلتش حاجه هنا، يعني ده صفر. يعني الطرف مجموع الطرف الدائن 250 ومجموع الطرف المدين صفر، بتوحد الكبير في الاثنين ليه؟ عشان هطرح يا سيدي، هطرح الصغير من الكبير وخلاص واطلع الفرق. طيب يعني الكبير الطرف الدائن اللي هو 250,000، اكتب هنا في المجموع 250,000 واجي اكتب في مجموع المدين 250,000. طب ده ينفع؟ يعني يبقى مجموع المدين صفر وانا كاتب 250,000؟ طب ما تطرحهم من بعض وحط متمم حسابي عشان يبقى مجموع الطرف المدين 250,000 جنيه. يعني اقول 250,000 ناقص صفر طلع هنا كام؟ 250,000. كده 250,000 وانا كاتب في المجموع 250,000 صح. طب ال 250,000 اللي انا خلقتهم المتمم الحسابي دول اسمه ايه بقى؟ اسمه رصيد مرحل. ليه مرحل؟ عشان بنرحله اهو، انقله بالعكس، دايما الرصيد المرحل بيبقى عكسي. الرصيد المرحل ظهر هنا بيتنقل تحت المجاميع هنا العكس، يعني هو ظهر مدين يتنقل داين 250,000 ويبقى الرصيد المنقول اهو، نقلته اترحل واتنقل اهو. دلوقتي بقى الرصيد المنقول ده اللي يلزمني، يعني هو ده رصيد رأس المال المنقول. لما يبقى رصيد رأس المال 250,000 جنيه وجاي في الطرف الدائن، ده معناه ان رأس المال بتاعي 250,000 جنيه. دي كلها لفه كده عشان ايه؟ نعمل الشكل ده، بس هي ببساطه قوي من الاول كده. رأس المال اتحط فيه 250,000 جنيه، يبقى رصيدي كام؟ وما قلش منه حاجه اهو، ما هو رأس المال لما بيزيد بيجي داين، اهو جه داين ب 250,000 جنيه.
يداين ب 250 الف جنيه. ما جاليش مدين خالص، ما هو ده اللي انا خالقه، ما جاليش مدين خالص، يبقى كده رصيد راس المال 250 الف. طب ما هو نفس الكلام اللي حصل اهو، اهو رصيد راس المال 250 الف. بالنسبه للتواريخ، عشان انا المفروض بفضل اجمع هنا العمليات كلها واجي اعمل حركه الرصيد والمرحل والمنقول في نهايه الشهر، عشان كده عملته انا هنا يوم 31/7. طيب حد له اي استفسار بالنسبه لدكتور الاستاذ ده؟ عموما هنعمل واحد تاني، هنعمل لنا واحد تاني دلوقتي، بس نعمل واحد مليان شويه. تعالى نعمل، لا بلاش البنك، البنك مليان خالص. تعالى نعمل الخزينه. طيب انت بتعمل حرف تي على اليمين المبالغ المدينة والبيان، وعلى الشمال المبالغ الدائنة والبيان. ترجع للقيود بتاعتك، دور لي كده على الخزنة. يلا مفيش هنا خزنة، هنا مفيش خزنة، انزل على القيود اللي بعدها، هنا مفيش خزنة، هنا مفيش، اه هنا في خزنة. اعمل ايه؟ نظري كده، قولها لي نظري كده عشان هنروح نجمعها في الاخر. كده الخزنة جت مدين بكام؟ ب 40,000 جنيه. تروح تكتب في المدين في الطرف في حرف التي على اليمين المدين، اكتب في المبالغ 40,000 جنيه. ممكن كده وانتم معايا بورقه وقلم كده بسرعه، 40,000 جنيه. واجي اكتب في البيان قدامها ايه بقى يا جماعه؟ اه والله يا الخزنه جت في المدين، يبقى انا بكتب في البيان الدائن العكس. يعني اكتب كده يا جماعه، الخزنه تكتب رقمها في المدين زي ما جت في دفتر الاستاذ 40,000، واقوم كاتب قدامها الى حساب المبيعات. طب تعالى هنا اعمل لي دي كده، الخزنه هنا جت في الداين بكام؟ ب 15,000. اروح في دفتر الاستاذ اكتب في الطرف الداين 15,000 جنيه، واكتب في البيان قدامها المدين اللي هو من حساب المشتريات. ها الناس معايا ولا اعيد او اوريكم الكلام ده على الدفتر؟ احنا كده كده هنشوف الدفتر بس في الاخر، محدش يتحرج. تمام. طب ندور تاني على الخزنه، مفيش هنا، مفيش هنا. طب تعالى هنا اهو، في اخر حاجه يا سيدي، الخزنه جت هنا في الداين بكام؟ 5,000. يبقى تروح تكتب الرقم بتاعها في الداين زي ما جه 5,000، واكتب قدامها في البيان هنا داين، يبقى اكتب المدين من حساب اجور العمال. طب تعالى كده نتفرج على الدفتر في الاخر، ادي اهو حساب الخزينه. اه فاكر لما جت الخزنه في الطرف المدين ب 40,000، نقلتهم اهو في الطرف المدين ب 40,000، وقمت كاتب الطرف الدائن اللي كان قدامها اللي هو الى حساب المبيعات. وكذلك هنا الخزنه كانت جت في الدائن ب 15,000، نقلتها في الدائن ب 15,000، وقمت كاتب قدامها الطرف المدين المشتريات. وهنا كان القيد ده ايه يا جماعه؟ كان من حساب اجور العمال الى حساب الخزينه 5,000 جنيه، صح؟ ده كان من حساب اجور العمال الى حساب الخزينه ب 5، يعني الخزنه جت دائن ب 5، نقلت الخزنه دائن ب 5، وقمت كاتب قدامها الطرف المدين من حساب اجور العمال. يلا نقفل، يلا نقفل، تعمل خانتين للمجاميع. جمع لي الطرف المدين، ماليش دعوه بالارقام اللي مكتوبه دي في المجموع، وماليش دعوه بكلمه الرصيد المرحل اللي مكتوبه دي دلوقتي، دي مش موجوده. الرصيد المرحل ده مش موجود، ولا المنقول ولا المبالغ دي كده، المجاميع دي. انا دلوقتي تعالى نتكلم كأن الكلام ده مش موجود. كده الخزنه مجموع المدين كام يا جماعة؟ 40,000 جنيه. طب كده مجموع الدين كام؟ ادي 15 و5 20، صح؟ اه يعني المدين 40 والدين 20، تقوم كاتب 40 في الناحيتين عشان اطرح الصغير من الكبير، وحد الكبير في الناحيتين. طيب والله هنا المجموع 40 وانا كاتب 40، صح؟ هنا المجموع 20 وانا كاتب كام؟ 40. اه طب ما انا عايز اجيب متمم هنا، متمم حسابي عشان يكمل لي ويتممي ويتمم لي ال 20 دي ويخليها لي كام؟ 40. يعني ال 40,000 اللي انا كاتبها المجموع الكبير اطرحه من مجموع الداين اللي هو ال 20,000 جنيه، جبت المتمم اللي هو ال 20,000 جنيه. كده بقى ادي ال 20 مجموع الداين زائد المتمم اللي انا جبته مجموع اللي هو الرصيد المرحل، المتمم اللي انا جبته ال 20,000 اداني فعلا ال 40,000 اللي انا كاتبها. حد له استفسار في الحته دي؟ حد له استفسار في الحته دي؟ تمام. طيب احنا سميناه رصيد مرحل عشان ده متمم حسابي وبيترحل بالعكس دايما، يبقى رصيد منقول هنا اهو تحت المجاميع بنعمله في نهايه الشهر بكام يا جماعه؟ بال 20,000 جنيه.
يبقى كده الخزنة، أنا قرأت كده إن الخزنة فيها رصيد فيها فلوس بمبلغ 20,000 جنيه عشان جت في المال. منطقيا من قبل حتة الرصيد المرحل والمنقول يا جماعة، أنا قبضت 40,000 جنيه في الخزنة، قبضت ليه؟ عشان جم في المدين، ما هو المدين يعني الخزنة زادت ب40,000. أهي يا سيدي الخزنة فيها زادت ب40,000 وقلت ب20,000، يبقى باقي في الخزنة كام؟ من غير حتة رصيد مرحل ومن غير حتة رصيد منقول، انا الخزنه جت مدين ب40,000 يعني زادت ب40,000، والخزنه جت داين ب20,000 يعني قلت ب20,000، هلا يبقى باقي في الخزنه 20,000 مدين اهو. نفس الكلام، حد له اي استفسار؟ باقي اخر حاجه ميزان المراجعه. طب ميزان المراجعه هي عمليه تلخيص، بمعنى مش انا دلوقتي وصلت كل مرحله بتاخد من المرحله اللي قبلها، يعني دفتر الاستاذ اخد من دفتر اليوميه، ميزان المراجعه هياخد من دفاتر الاستاذ. بدل ما انا فاتح حساب او صفحه لكل حساب، انا عايز اجمع الحسابات دي كلها في ورقه واحده، مرحله تلخيص او تجميع. طيب ما انا عندي طريقتين، انا ممكن امسك كل حساب واخد منه ايه الرصيد المنقول على طول، ودي بنسميها ميزان المراجعه بالارصده، وممكن اخد كل حساب واكتب مجموع المدين، مجموع المدين قبل ما اجيب الرصيد المرحل، ما هو الرصيد المرحل ده اللي انا خلقته، سيبك منه، مجموع المدين ومجموع الدائن، ده اسمه ميزان المراجعه بالمجاميع. طب تعالى نعمل الاسهل دلوقتي اللي هو ميزان المراجعه بالارصده. هو ده ايه الفكره اللي فيه؟ مفيش فيه فكره ولا حاجه، بكتب اهو وهكتب في جدول كده شركه المباني الحديثه الرصيد بتاعها جه في الدائن، اكتبه في الطرف الدائن ب 100,000، مشتريات اكتب كلمة المشتريات وقدامها في الطرف المدين 150,000 اهو، بنقل. تعال شوف شكل ميزان المراجعة، دي مش محتاجة خالص. ادي ميزان المراجعة بالأرصدة يا جماعة، رقم الحساب بتاعي، ترقيم الحساب يعني اسم الحساب البنك، واروح اشوف الرصيد المنقول بتاعه كان فين. كان البنك الرصيد المنقول بتاعه في المدين بمبلغ 220,000 جنيه. صعبة؟ رأس المال كان الرصيد المنقول بتاعه في الدائن بمبلغ 250,000 جنيه. المباني، روح بص على الرصيد المنقول كان ب150,000 جنيه في المدين، وهكذا يا جماعه. اسم الحساب والمبلغ مدين او مبلغ دائن، ده ميزان المراجعه بالارصده اللي هو بنقل الرصيد المنقول زي ما هو سواء في المدين او الدائن. ايوه طبعا من الاستاذ انسه صحر زي ما انا قلت لك بالظبط. يعني بص مثلا على اجور العمال، اجور العمال هنا جت في المدين ب 5,000 صح؟ طب انا جايبها منين؟ طب بص كده، بص كده انس السحر، اجور العمال اهي الرصيد المنقول بتاعها في المدين بكام؟ ب 5 بس، وهكذا على كل حساب. طبقي الكلام ده كله على كل الحسابات، بمسك دفاتر الاستاذ من الاول للاخر كلها، انقل الرصيد المنقول مدين اكتبه في المدين، الرصيد المنقول داين اكتبه في الداين. في مشكله دلوقتي؟ طب ميزان المراجعه بقى بالمجاميع. لا بص احنا هننقل مجموع المدين ومجموع الداين، بمعنى انا هعمل واحد بس، هعمل واحد بس ليكم. تعال هنا يا سيدي، ده اجور العمال صح، عايز اعمل ميزان المراجعه بس بالمجاميع. بص هكتب اجور العمال في اسم الحساب في ميزان المراجعه، وعندي طرف مدين وطرف داين. بص يا سيدي مجموع المدين عندي هنا كام؟ مجموع المدين ماليش دعوه بقى بالارصده، ده ميزان المراجعه بالمجاميع، يعني مجموع المدين ومجموع الدائن. مجموع المدين 5,000، يبقى اكتب في المدين 5,000. ومجموع الدائن هنا بقى كام؟ ايوه عايز اسمعكم. لا مش 5، لا 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 مش 5، صفر. لا ده الرصيد المرحل ده المتمم اللي انا خلقته عشان اساوي الطرف ده، صح ولا لا؟ ارجع لقبل ما تخلق الرصيد المرحل بالظبط يا ملاك المجاميع الحقيقيه. هو انا لما جيت اعمل دفتر الاستاذ ده مش كنت سويت الناحيتين؟ ما كانش هنا في رصيد مرحل، فلقيت الناحيه دي 5,000 والمجموع ده كان كام؟ كان صفر، كان صفر، فقمت طارح 5,000 ناقص صفر عشان اجيب ده، عشان اخلي ده يساوي ده. ما ترجع بقى قبل ما انا اعمل المتمم، قبل ما انا اخلق الرصيد المرحل ده. ما هو انا لو مشيت ميزان المراجعه بالمجاميع زي ما انتوا قلتوا في الاول كده، هيطلع دايما مجموع المدين بيساوي دايما مجموع الداين اهو. تعالى هنا بقى لو انا كنت مشيت زي ما انتوا قلتوا، مجموع المدين هنا كام؟ 50,000. طب ومجموع الداين هنا كام؟ 50,000. يا سلام، طب انا كده بقى عملت ايه؟
مجموع المدينة هنا كام؟ 170، ومجموع الدائن هنا كام؟ 170. الكلام ده غلط. أنا بتكلم المجموع الحقيقي للمدين كام؟ والمجموع الحقيقي للدائن كام؟ ماليش دعوة بالرصيد المراهن. يعني تعالى هنا في أجور العمال، يلا، مجموع المدين كام؟ 5000. مجموع الدائن هنا؟ لا ماليش دعوة باللي أنا إيه تممته ده، صفر. طب تعالى هنا، مجموع المدين كام؟ 5000. مجموع الدائن هنا كام؟ 5000 بقى 50000 برضه؟ لا 30 من غير الرصيد المراهن. طب تعالى هنا، مجموع المدين كام؟ 170 صفر. شيل الرصيد المرحل، شيل الرصيد المرحل، يعني 170 ناقص ال 170 يبقى صفر، يبقى صفر. مفيش، شيل الرصيد المرحل. ومجموع الدائن 170. طب تعالى هنا الخزينة، مجموع المدين كام؟ 40000. طب تعالى هنا بقى، مجموع الدائن كام؟ مجموع الدائن 20000. شيل لي من هنا الرصيد المرحل وشوف المجموع كام. وصلت يا جماعة؟ وصلت خلاص؟ تمام أهو، ده كده أهو ميزان المراجعة بالمجاميع، اسم الحساب المجموع المدين ومجموع الدائن أهو، دايما هتلاقيهم مختلفين عشان كنت بشيل الرصيد المرحل. بس دايما هتلاقي في اي نوع من انواع ميزان المراجعه سواء ارصده او مجاميع المدين بيساوي الدائن، بس هنا مثلا بالمجاميع هتلاقي الارقام مختلفه. يعني هنا كان 825000 و825000، تعالى كده شوف في الارصده، مستحيل يطلع 825000، مستحيل يطلع 825000، هيطلع شوف 585 بس برضه متساوي 585، ارقام مختلفه بس التساوي موجود. استخدم اللي انت عايزه يا استاذ عبد الله حسب ما انت عايز بقى. وانا هو بالارصده اتوقع عملي افضل، يعني ارصده الله اعلم وعلى حسب ما انا عايز. طيب بصوا يا جماعه، انا في الماتيريال عملت لكم السؤال الاول وحليته معاكم، في بعد كده سؤال تاني هو هو بس طبعا عمليات بس مختلفه بسيطه، حله انت بقى. ادي السؤال التاني حله، واعتقد حله موجود، هيقلي حله موجود في الماتيريال. تمام ايوه حله ومحلول، فانت ايه دربوا نفسكم انتوا بقى عليه. نفس السؤال الاولاني. طب بص بقى الحته دي يا جماعه، يلا عشان نشوف نراجع كده على المدين والداين، الناس اللي كانت معايا من الاول او اللي ما كانوش معايا من الاول، دي المعادله اللي احنا عرفنا منها المدين والداين. دي معادله المركز المالي، دي معادله المركز المالي اللي هو الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. بس لما فكيت حقوق الملكية دي المعادلة بقت بالمنظر ده، ثلاث حسابات على اليمين وثلاثة على الشمال، الأصول زائد المسحوبات زائد المصروفات بتساوي الالتزامات زائد، لا دي مش حقوق ملكية، دي الكلمة دي غلط، يبقى صلحها، رأس المال، رأس المال، رأس المال زائد الإيرادات. يبقى الأصول زائد المسحوبات زائد المصروفات بتساوي الالتزامات زائد رأس المال زائد الإيرادات. كانت الأصول والمسحوبات والمصروفات مدين، طبيعتهم مدين، فلو زادوا يبقوا مدين، ورصيدهم المفروض يبقى مدين، رصيدهم في دفتر الأستاذ يعني المفروض يبقى مدين، لو نقصوا بس، لو الحساب نقص بس هو اللي يبقى دائن. طب الالتزامات ورأس المال والإيرادات طبيعتهم داين، ولو زادوا يبقوا داين، ورصيدهم المفروض داين، لو نقصوا بس يبقوا مدين. وده الكلام اللي احنا قلناه في أول محاضرة وتاني محاضرة، دي لازم تبقى موجودة في دماغك، قلنا عشان نحفظها بسهولة تعلمها كده في دماغك بسهولة. الأصول والمسحوبات والمصروفات، أول حرف هنا ألف، ثاني حرف هنا ميم، ثالث حرف هنا ميم، أمم، اختصار لأمم. يا سيدي الأمم دي مدين، اي حساب تاني في الدنيا داين. امم دي اللي هي الف اصول، ميم مسحوبات، ميم مصروفات. الاصول والمسحوبات والمصروفات اللي هي الامم مدين. اما بقيه الحسابات اللي في الدنيا كلها اللي هي الالتزامات وراس المال والايرادات كل ده داين. طبعا لما اقول لك على حساب مدين اقصد لو زاد، يبقى اي حساب لو قل بتتعكس طبيعته. طيب وده حل المثال لدفتر الاستاذ بموازين المراجعه، نفس الكلام الماتيريال دي معاكم، يبقى انتوا حلوا المثال ده او اقرأوه، وادي موازين المراجعه. طيب هندخل بقى بعد كده في عمليات مختلفه، بس قبل ما ندخل في عمليات مختلفه
استأذنكم 5 دقايق ريست، استأذنكم 5 دقايق ريست قبل ما ندخل في عمليات مختلفة. 5 دقايق ريست. الساعة دلوقتي أيوة، أنا أجيب قهوة وجاي بقى. الساعة دلوقتي تقريبا 9، هتلاقي في اختلاف توقيت بقى، كل واحد مفوت 5 دقايق. عارف 9:05، أنا عندي 9:09 بالظبط، والناس عندها 9:10. المهم هما 5 دقايق، سيبوا الجهاز مفتوح قدامكم، هتسمعوا صوتي يبقى أنا بدأت. أستودعكم الله مؤقتا ونرجع تاني بعد فترة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كله جاهز، نبتدي بإذن الله. تمام. طيب نكمل. دي بقى عمليات مالية كده منفصلة مختلفة. في 1/7/2007 بدأ دعاء نشاطها التجاري برأس مال قدره 500,000 جنيه، أودعت منه 400,000 جنيه في حساب جاري لدى البنوك والباقي في الخزنة. ده أنا بدأت عملي التجاري، فيعتبر قيد افتتاحي، بثبت رأس المال بتاعي في الطرف الدائن بمجموع أصولي ناقص خصومي. واضح إن هنا مفيش خصوم أو في التزامات، فتعتبر هي الأصول فقط. الأصول بتاعتي اللي هو رأس مالي ده 500,000، حطيت منه الأصول عبارة عن 400,000 في البنك، والباقي اللي هو باقي ال 500 من ال 400، يعني 100 في الخزنة. يعني هيبقى من حساب البنك 400,000 وحساب الخزينة بال 100,000 إلى حساب رأس المال ال 500,000. طيب تعال شوف ده. في 1/8 بدأت مي نشاطها التجاري بتقديم الأصول التالية. مي قدمت كل الأصول دي، قدمتها لإيه؟ لافتتاح نشاطها التجاري. يعني أقوم جايب من حساب كل الأصول أهو إلى حساب الخصوم لو موجودة، وحساب رأس المال اللي هو الأصول ناقص الخصوم. يعني في القيد ده هنا مفيش خصوم، فيبقى من حساب كل الأصول دي أهو إلى حساب رأس المال بمجموع الأصول كلها. الحالة الثالثة في القيود الافتتاحية، إن أنا أبتدي عمل التجاري بأصول وخصوم، يعني أصول والتزامات، وبيبقى رأس المال في الحالة دي أستنتجه اللي هو عبارة عن أصولي ناقص التزاماتي. طيب الأصول بتاعتي إيه يا جماعة؟ يبقى أجيب الأصول دي كلها في الطرف المادي لأنها زادت، بدأت بيها. أدي الالتزامات دائنون والقرض، أجيبهم في الطرف الدائن أهو، ده اللي أنا عملته. كل الأصول أهي في المدين، وأدي كل الالتزامات في الدائن، ويبقى حساب رأس مالي لازم أثبته عشان ده قيد افتتاحي، وحساب رأس مالي دايما بيساوي أصولي ناقص التزاماتي. الكلام واضح؟ تمام. لا الصوت حلو. طيب قرر عبد الرحمن تخفيض رأس ماله بمبلغ 50,000 جنيه، وقام بسحب هذا المبلغ من رصيد المنشأة بالبنك. تخفيض رأس المال يا جماعة، لما أحب أخفض رأس المال بقرار أو أزوده بقرار، والله لو أزود رأس المال بيبقى زي القيد الافتتاحي، بجيب رأس المال دائن بحط شوف أنت زودته بأي أصول. إما هنا حبيت أخفض رأس المال، شايف إن في 50,000 جنيه مش مستغلين، وعايز اخفض راس المال. طب ما عكس القيد الافتتاحي، تخفيض راس المال عكس القيد الافتتاحي. راس المال لما يقل إيه يجي مدين، يعني من حساب راس المال 50,000 والاصول قلت. هو راس المال ده انا سحبت اصول من المنشاه بتاعتي او المشروع بتاعي عشان اقلل راس مالي، يعني من حساب راس المال بال 50,000 الى حساب، والبنك قال لي سحبت الفلوس اهي البنك ب 50,000 جنيه. في مشكلة هنا؟ طبعا انت معاك هنا في الماتيريال الشرح، معاك شرح حتى كل عملية. طيب سحبت سارة مبلغ 100,000 بموجب شيك قيمته 70، يعني انا سحبت حاجات ب 100,000 منها شيك ب 70,000 والباقي من الخزنة. طب ليه سحبتهم؟ ليه؟ تخفيض رأس مال ولا ايه؟ لا ده عشان اشتري سيارة خاصة بيا انا. طيب الحاجات اللي خاصة بصاحب العمل مسحوبات، والمسحوبات تبع حساب الأمم مدين، يبقى من حساب المسحوبات ب 100,000 بقيم الحاجات اللي انا سحبتها كلها الى حساب اللي انا سحبته. ما هو انا دايما بسحب اصول، وادام سحبت اصول من المنشاه يعني انا قللت الاصول اللي عندي في المنشاه، يعني الاصول تيجي دائم. يعني دايما القيد بتاع المسحوبات تبقى من حساب المسحوبات في الطرف المدين الى حساب اللي انا سحبته. انا هنا سحبت بنك يعني شيكات، او سحبت من البنك 70,000 وسحبت من الخزنة 30. في مشكلة هنا في القيد المسحوبات النقدية، صاحب إحدى المنشآت سحب بضاعة بتكلفتها 5,000 جنيه لاستعماله الشخصي، ما هي برضه مسحوبات هتجيلي في الطرف المدين. أقول إلى حساب اللي أنا سحبته.
ادام بضاعة تكلفتها يا جماعة بقلل مشترياتي ولا كأني اشتريتها، بس كده خلاص. يعني المشتريات بتيجي في الطرف المدين، تمام. ادام انا سحبت البضاعة دي، يعتبر لو انا كنت اشتريت بضاعة ب100,000 سحبت منها 50,000 الاستعمال الشخصي بسعرها، بالسعر اللي انا اشتريت بيه. طب ما كده يعتبر ان انا اشتريت ب50,000 بس، صح ولا لا؟ تاني، انا اشتريت بضاعة ب100,000، شاري بضاعة ب100,000 بسعر التكلفة، سحبت من البضاعة اللي ب100,000 اللي انا شاريها دي 50,000 الاستعمال الشخصي. طب ما كده يعتبر انا شاري الاجمالي اللي انا شاريه ب50,000 بس مش 100. يعني انا قللت مشتريات ال100,000 اللي انا اشتريتها دي، قللت منها 50 عشان انا خدتها. فعشان كده بقلل المشتريات، لما بسحب بضاعة بسعر التكلفة بقلل المشتريات واجيبها في الطرف الداخلي، تمام كده؟ يعني هيبقى القيد ايه؟ من حساب المسحوبات قيمة اللي انا سحبته الى حساب قلل لي المشتريات، والمشتريات طبعا مدين لما تقل تيجي دائم، يبقى الى حساب المشتريات. طيب، صاحب منشأة تجارية سحب بضاعة بسعر بيعها 10,000 جنيه لاستعماله الشخصي. طب ما كده كأن انا بعت النفس، بعت النفس. وانا لما ببيع مش انا بجيب المبيعات في الطرف الدائن، وادام انا سحبت بسعر البيع زي اي زبون، فهاتها في الطرف الدائن، هات المبيعات في الطرف الدائن، وادام سحبت النفس يبقى مسحوبات في الطرف المدين. يعني من حساب المسحوبات الى حساب المبيعات. طيب، هنا بنراجع تاني على الاصول، الاصول الثابته سواء الملموسه او الغير ملموسه والاصول المتداوله. طيب اديكم بقى مثال. وانا لو رحت اشتريت شقه تمليك ب 250,000 جنيه، بس كانت على الطوب الاحمر من غير تشطيبات، يعني كده كلفتني 250,000 جنيه، وعشان اشطب الشقه دي صرفت عليها 50,000. لما اجي اسجل الكلام ده، لو انا هعمل حسابات هسجل الكلام ده، يلا هسجل الشقه ب 250,000 ثمنها بالطوب الاحمر، ولا اسجل الشقه يعني ب 250,000 ثمنها بالطوب الاحمر و50,000 تشطيبات، ولا اسجل الشقه ب 300,000 على طول قيمة الطوب الأحمر على قيمة التشطيبات؟ احنا لازم نختار حاجة من الثلاثة. بالظبط، احنا هنسجل الشقة ب 300,000. ليه؟ لا، ب 300,000 الشقة بالطوب الأحمر ملهاش أي لازمة، صح؟ يعني الشقة عشان تصبح صالحة للاستخدام بقى تمنها 300,000 مش 250. 250,000 مش صالحة للاستخدام. الحاجة اللي اتضافت على قيمة الشقة دي ولزقت فيها خلاص بقت جزء منها اصلا، التشطيبات دي بقت جزء منها. يعني التشطيبات دي ما عادتش يعني حاجه اسمها تشطيبات وحاجه اسمها شقه، التشطيبات بقت جزء من الشقه، والتشطيبات دي اللي خلت الشقه صالحه للاستخدام. فيعتبر الشقه كانت ب 250,000 وصرفت عليها 50,000، تضيف على تكلفه الشقه ال 50,000 وتبقى تكلفه الشقه الاجماليه 300,000 كلها. ولما اجي انا اسجل بقى الشقه دي يعني مباني، سجلها ب 300,000 مره واحده في الدفاتر. اقرا كده، تكلفه اي اصل عموما، اي اصل ثابت يساوي ثمن شرائه زائد جميع البنود التي انفقت عليه حتى يصبح صالح للاستخدام. طيب، يعني لو جيت قلت لك قامت منشاه محمد باستيراد اله من الخارج، الاله دي والله ثمن شرائها 100,000 جنيه، بس انفقت المنشاه عليها البنود الاتيه لكي تصبح صالحه للاستخدام. يعني الآلة ب 100,000، بس عشان أدخلها مصر عملت رسوم جمركية ب 50,000 جنيه، وعشان أنقلها لغاية عندي في الشغل ب 10,000 جنيه، وعشان أعمل لها قواعد وأساس ب 20,000، وعشان أدفع مصاريف عشان أجربها قبل ما أشتغل وأنتج بيها صرفت 5,000 جنيه. بالله عليك، وأنا كان الآلة كده هيبقى ثمنها 100,000 بس، ولا هتبقى كلفتني ال 100,000 زائد كل الحاجات دي؟ لان الحاجات دي كده كلها من غيرها الاله هتفضل في المينا مش هتشتغل، ولا كاني جبتها. يبقى هنا اتجمع الكلام ده كده كله على بعض، واقول من حساب الالات بالمبلغ الاجمالي 185,000 الى حساب الخزينه بال 185,000. طيب، حاجه اسمها صندوق المصروفات النسويه. انا عندي كذا خزنه في الشغل كلهم يعتبروا اصول متداوله، الخزينه، البنك يعتبر فلوس عينها في البنك، عندي بقى كذا خزنه زي ما انا عايز، في خزائن فرعيه، في عندي صندوق المصروفات النسريه. لا، العهده مش خزنه يعني، هو صندوق المصروفات النسريه هو ده يعتبر عهده في خزنه. صندوق المصروفات النسريه ده صندوق نوع من انواع الخزائن، بيبقى مخصص انه يتصرف منه مصروفات نسريه، يعني مصروفات صغيره، يعني موظفين يجوا عندنا نجيب لهم مش عارف بيبسي، مش عارف شوكولاته، بتاع كلام من ده، اقلام، نشتري اقلام، نشتري ورق،
مصاريف صغيره. والله مش معقوله كل ما اجي اشتري مثلا كنزين اقول من حساب المصروفات ب 5 جنيه الى حساب الخزينه ب 5 جنيه، تمام؟ فبعمل صندوق للمصروفات النسبيه وبمسكه لاحد الموظفين. الصندوق ده مبلغ بيبقى مع الموظف واسميه صندوق المصروفات النسبيه، يعتبر مدين لانه خزنه فيها فلوس بس مفصوله عن الخزنه التانيه. والله الخزنه دي بيتصرف منها، يعني الموظف يقعد يصرف منها طول الشهر ويجي لي في نهايه الشهر يديني ورقه بيان بكل اللي صرفه من المصاريف النسريه عشان اسجلها مره واحده رقيد واحد، بدل ما اقعد اسجل كل شويه كنز ب 2 جنيه الى حساب الخزينه، من حساب الكنز الى حساب الخزينه، مش عارف من حساب ايه لحساب، لا جمع لي كل المصروفات النسريه اللي انت اشتريتها، وفي نهايه الشهر الموظف بيقدم لي بيان اقوم عامل قيد ان انا بصرف المصروفات دي. هو ده صندوق المصروفات النسريه. طب تعالى كده نشوف المثال ده. موظف محمود اخذ عهده 1000 جنيه المصروفات النسريه نقدا. طب انا اقف لغايه هنا كده واعمل قيد. الراجل خد عهده ب 1000 جنيه من صندوق المصروفات النسريه، صح؟ خدها منين؟ من الخزنه. يعني الخزنه قلت ب 1000 مقابل ان صندوق المصروفات النسريه هو نوع من انواع الخزينه زاد ب 1000. ما انت عامل صندوق المصروفات النسريه زي ما بتعامل الخزنه والبنك. اتفضلوا معايا قهوه الاول. شكرا بس انا مش هديكوا اساسا. ماشي، ربنا يخليكم بالهنا. ثبتوني بقى. نادم الزياده في مانو، للي عارف القهوه المانو بقى بين الزياده وبين المظبوط. بالظبط كده، نادى الناس معاها معلومات حلوة يعني، مش محاسبة بس. تمام، طيب نرجع تاني، نرجع تاني. طب أنا هنقل 1000 جنيه من الخزنة دي للخزنة دي، هو ده كل اللي حصل. هو صندوق المصروفات المصرية خزنة يا جماعة، خزنة عادية، والخزانات أي خزنة مدينة، لو زادت تبقى مدينة، ولو أي خزنة قلت تبقى دائن. أي فلوس لو زادت تبقى مدينة، ولو قلت تبقى دائن، لان كل ده اصول متداوله. يعني انا لما انقل اهو مؤدي الموظف محمود 1000 جنيه مصروفات نسريه نقدا، يعني زودت المصروفات النسريه، زودت صندوق المصروفات النسريه وقللت الخزنه، صح ولا حد مختلف معايا؟ يعني اقول من حساب صندوق المصروفات النسريه ب 1000 جنيه الى حساب الخزينه ب 1000 جنيه. شكرا. خلي بالك صندوق المصروفات النسريه غير المصاريف النسريه، صندوق المصروفات النسريه دي خزنه، المصروفات النسرية في حد ذاتها دي مصروفات. طيب تعال نشوف هنا. وآخر الشهر كان صرف منها 500 جنيه. جميل، شوف شوف بقى، جمع لي مصاريف نسرية كلها في آخر الشهر 500 جنيه، أهو ده مبلغ ماشي يتكتب. وأعطى الأوراق لقسم الحسابات. طبعًا لازم يجي لي أنا كقسم حسابات ورق يثبت إن هو صرف المبالغ دي. وتم تسجيل قيود اليومية واستعاضت السلفة بمبلغ 500 جنيه. يعني هو دلوقتي صرف من معاه كام؟ من صندوق المصروفات النسرية 500 من ال1000، عوضته يعني اديته كمان 500 مكانه. وبعد ذلك تم طب استنى امشي واحدة واحدة. مش أنا هو صرف الأول 500 جنيه مصاريف نسرية من الصندوق، صح؟ أهو يعني من حساب المصروفات النسرية ب 500 إلى حساب صندوق المصروفات النسريه ب 500، صح ولا لا؟ ها صح كده اهو، هو صرف اهو مصروفات كانت مدين والمصروفات دي قلت من صندوق المصروفات النسريه، يبقى من حساب المصاريف النسريه 500 الى حساب صندوق المصروفات النسريه. دلوقتي صندوق المصروفات النسريه فيه كام؟ باقي فيه كام كده؟ بالظبط 500 جنيه، هو قال لي ان انا عوضتها له. قال لا عوضتها له، يبقى من حساب صندوق المصروفات النسرية إلى حساب الخزينة ب 500، صح ولا لا؟ شوف لعبة تاني عوضتها له، في مشكلة؟ طب ما كان ممكن بدل اللعبة الجميلة دي اللي احنا عملناها، بص كده على القيدين دول، بص كده على القيدين دول. لما أنا صرفت مصاريف نسرية قلت من حساب المصاريف النسرية وقمت قايل إلى حساب الصندوق، يعني قللت صندوق المصروفات النسريه مره ب 500، لا وبعد كده قمت رايح مزود صندوق المصروفات مره ب 500 وقمت مقلل الخزينه. طب ما تشيل ده مع ده، ما تشيل ده مع ده، ولا كأن دي حصلت. يعني اقول من حساب المصروفات النسريه الى حساب الخزينه ب 500، مش فاهم. اقول لك ارجع تاني، مش الصندوق فيه 1000 جنيه؟ مش انا صرفت من الصندوق ده 500 جنيه
انا صرفت من الصندوق 500 جنيه مصاريف نثريه، وبعد كده قمت رايح مزود الصندوق تاني ب 500. طب انا اشتغل نفسي ليه بقى؟ يعني انا كده، يعني انا كده رجعت الصندوق تاني، يعني قمت صرف من الصندوق 500 ورجعته تاني ل 500. طب ولا كأن العمليه دي حصلت، صح ولا لا؟ لان الصندوق في الاخر هيطلع برضو فيه ال 1000 جنيه، صح؟ طب يعني اقدر اقول من حساب المصاريف النثريه انا صرفت 500 جنيه مصروفات، صح كده؟ صرفتهم منين؟ ما تقولش ان انت صرفتهم من صندوق المصروفات النثريه، طب ما تطلع ان انت صرفتهم من الخزنه وخلاص، اهي الى حساب الخزينه ب 500، عشان اسيب كده صندوق المصروفات النثريه ب 1000 جنيه زي ما هو، وكده يبقى صح. فاهمينها يا شباب ولا لا؟ يعني كله فاهمها؟ حلها كده، تحلها كده، انا وصلت حساب صندوق المصروفات النثريه بس. طب ما شيل شيل حساب صندوق المصروفات النثريه، مفيش مشكله، ده مره جه داين ومره جه مدين، فالاثنين عوضوا بعض. يعني ممكن في الاستعاضه، استعاضه يعني تعويض، ممكن في الاستعاضه ابعد خالص عن حساب صندوق المصروفات النثريه، واقوم اثبت المصروفات اللي صرفتها مدين، وادام انا عوضت الصندوق فصرفت تاني من الخزنه، وهات الخزنه في الدائن، كان المصاريف اتصرفت من الخزنه ما اتصرفتش من صندوق المصروفات النثريه. امتى انا ما كنتش اعمل كده؟ لو ما كنتش عوضت، يعني لو ما كنتش زودت العهده هنا ب 500، يعني لو كنت بس صرفت مصاريف نثريه من الصندوق بس ما استعضتش، يبقى في الحاله دي هقول من حساب المصاريف النثريه الى حساب صندوق المصروفات النثريه. ما ينفعش اصرف من الخزنه بقى، صح ولا لا؟ انا هنا ما عوضتش الصندوق، فلازم اقلل الصندوق ب 500 جنيه، صح ولا لا يا شباب؟ اما لو عوضت عملت استعاضه، يبقى في الحاله دي يا سيدي ابعد خالص عن صندوق المصروفات النثريه، وتعامل كان الموظف ما صرفش حاجه من اللي معاه، ادام انا عوضته. انا عوضتك يا عم، فسيب الفلوس اللي معاك زي ما هي وكاني انا اللي صرفتها، واثبت من حساب المصاريف الى حساب. طب بعد كده بقى انا قللت يا سيدي صندوق المصروفات النثريه ب 250 جنيه، ما هو عشان اقلل صندوق المصروفات النثريه، يعني انا اخدت من صندوق المصروفات النثريه حطيت في الخزنه، صح ولا لا؟ اهو يعني الخزنه زادت، صندوق المصروفات النثريه قل، يعني من حساب الخزينه ب 250 الى حساب صندوق المصروفات النثريه ب 250. طيب لما اجي احول من بنك لبنك، لا العجز بقى والزيادات ده بقى في الجرد. طيب لما اجي احول من بنك لبنك، لو حولت من بنك مصر لبنك القاهره، حولنا من بنك مصر الى بنك القاهره، مين اللي هيجي مدين ومين اللي هيجي دائن؟ حولت من بنك مصر إلى بنك القاهرة، حولت من بنك مصر، يعني أنا أخدت فلوس من بنك مصر، صح؟ يعني بنك مصر قل، صح كده؟ أخدت فلوس من بنك مصر، يعني بنك مصر قل، فبنك مصر يجي في الداين، حطيت في بنك القاهرة، يعني بنك القاهرة زاد، يبقى بنك القاهرة يجي في المدين. والله شوف إيه، لما تحول من بنك لبنك أو من خزنة لخزنة، زي ما عملنا تحويل في صندوق المصروفات النثريه من الخزنه لصندوق المصروفات النثريه ومن صندوق المصروفات النثريه الى الخزنه، شوف يا سيدي الخزنه اللي زادت هاتها في المدين، النقديه وما في حكمها اللي زادت في المدين واللي قلت في الدائن، ايا كان بقى اللي حصل. طيب ندخل بقى كده في الجد شويه، الديون او المدينون، في عندي ديون جيده وديون رديئه، شوف كاتب لك اهو الديون الجيده حلوه والرديئه وحشه، ايا كان عندنا يا سيدي ديون حلوه وديون مش كويسه. الديون الحلوه دي اللي هي الجيده دي الناس، يعني ديون جيده انت ضامن ان انت هتحصلها. في الديون الرديئه نوعين، منها ديون معدومه وديون مشكوك في تحصيلها. يعني انا عندي الديون نوعين اساسا في الاول، الديون الجيده اللي 100% هحصلها خلاص دي ما فيهاش مشكله، السجل مدينون زي ما هم، صح ولا لا؟ طب في عندي ديون رديئه، بس دي نوعين بقى، في ديون رديئه 100% الناس خلعت خلاص كده 100% بنسميها ديون معدومه، وفي ديون مشكوك في تحصيلها، يعني 50% نص نص، ممكن الناس دي والله ما محصلش منهم وممكن محصل منهم. طب بص يا سيدي، بالنسبه بقى للديون، هي المشكله كلها في الديون الرديئه، ما الناس دعوه بالجيده، الجيده مسجله خلاص. الرديئة دي يا سيدي لو ديون معدومة خلاص لازم أقلل الديون اللي ليا وأثبت إن في خسارة، ديون معدومة. طب لو ديون مشكوك في تحصيلها بقى بنعمل مخصص، ده موضوع تاني هبقى ناخده في الجار. طيب تعال نشوف المثال،
اشترى العميل محمود الطواشي بضاعة بمبلغ 10,000 جنيه من مركز ديفوداك، وسدد من قيمتها مبلغ 6,000 جنيه نقدا، وتعهد بسداد باقي البضاعة بعد شهرين من تاريخ الشراء. طب اقف لغاية هنا واعمل القيمة. هو انا اشتريت ايه؟ اشترى، لا انا عايز اولا، خلي بالك، المطلوب اجراء القيود لمركز ديفوداك. انا عايز اعمل حسابات لمركز ديفوداك مش محمود الطواشي. يعني انت دلوقتي ديفوداك اشترى مننا واحد بضاعة ب 10,000 جنيه، يعني احنا بعنا ولا اشترينا؟ اه طبعا، يبقى احنا بعنا، يبقى الى حساب المبيعات ب 10,000 جنيه، وقام بسداد محمود ده، سدد لنا، ادانا 6,000 جنيه نقدا، يبقى من حساب الخزينه ب 6,000 جنيه ومن حساب محمود بال 4,000 جنيه الباقيين الى حساب المبيعات بال 10,000 جنيه، صح كده؟ اهو، عشان احنا ديبوداك، يبقى من حساب الخزينه بال 6,000 جنيه اللي اخدناهم ومحمود العميل ب 4,000 جنيه الى حساب المبيعات بال 10,000 جنيه. تمام، هنا مفيش اي مشاكل. وفي تاريخ استحقاق المبلغ المذكور لم تستطع المنشأة سوى ان تحصل 3,000 جنيه بس. محمود عليه 3,000 جنيه، عليه 4,000 جنيه. خدنا منه 3 بس، وقام مستر محمود بعملية الهروب. اعتبرناه دين معدوم، خلاص أنا هربت كده. طب نعمل إيه إحنا في الحالة دي؟ أولًا، إحنا أخدنا كام منه؟ يعني الخزنة بتاعتنا زادت بكام؟ بتلاتة. طب وال1000 جنيه التانية اللي الراجل هرب منها؟ آه، تعتبر ديون معدومة، 1000 أهي ديون معدومة. الديون المعدومة مدين، لأنها مصروفات وخسارة. وبما إن المصروفات والخسائر مدين، ماشي، يندرج تحتها الديون المعدومة. ديون كانت لينا، فلوس كانت لينا واتعدمت، راحت. هيبقى من حساب الخزينة ب 3,000 جنيه وحساب الديون المعدومة ب 1000 إلى حساب محمود، وسقط بقى من محمود حساب ال 4,000 جنيه كلهم. بص يا سيدي، ببساطة، هو محمود هنا، ركزوا معايا، محمود هنا مش كان عليه 4,000 جنيه؟ صح؟ لو كان سددهم كلهم كنا هنقول ايه؟ لو كان محمود ده ادانا ال 4,000 كلهم كنا هنقول ايه؟ ليه كده زعلتوني؟ انتوا جبتوا الخزينه ليه؟ جبتوا الخزينه دائن ليه؟ الناس اللي جابت الخزينه دائن ليه؟ خزينه دائن يعني انت دفعت، ده محمود اللي ادانا فلوس. والمبيعات ملهاش دعوه دلوقتي خالص بالموضوع، هو دلوقتي احنا بعنا له خلاص. احنا بعنا له خلاص من زمان. محمود العميل ده عليه 4,000 اداهم لي. خلاص انا ماليش دعوه بالمبيعات خالص، هو اداهم لي. اداهم لي يعني من حساب الخزينه بتاعتي زادت 4,000 جنيه. ومحمود كان مدين، صح؟ ما عادش عليه حاجه، اقوم جايبه دائن. يبقى من حساب الخزينه ب 4 الى حساب العميل محمود ب 4. اهو، هو ده اللي حصل هنا على فكره. الى حساب العميل محمود ب 4، هو سقطت حسابه ب 4. بس هنا انا ما حصلتش الـ4 كلهم، انا حصلت كام من الخزنه؟ 3. طب والـ1000 الباقيه؟ اه، ديون معدومه اتعدمت، جت مدين عشان خساره مصروفات. يبقى القيد من حساب الخزنه باللي انا حصلته 3، والديون المعدومه باللي راح عليا، وانا كده كده سواء محمود كان دفع كل الفلوس او حتى ما دفعش الـ4 كلهم، كنت هسقط حساب محمود المدين وهجيبه دائن. وصلت يا جماعه ولا حد عايز يسالني في حاجه؟ كده كده انا كنت هسقط حساب محمود المدين هجيبه دائن. الفرق بس كان في الطرف المدين، هل هاخدهم من الخزنه ولا هاخد جزء من الخزنه وجزء ديون معدومه، ولا كلهم كانوا ال 4,000 جنيه هيجوا في الطرف المدين ديون معدومه، صح ولا لا؟ تمام. طيب ثواني. طب دلوقتي خلاص كده محمود عاد عليه حاجه يا جماعه في المثال ده؟ محمود كده عاد عليه حاجه؟ ها، لازم تبقوا فايقين معايا كده. محمود عليه اي حاجه؟ لا، ما عادش عليه، ما ال 1000 جنيه خلاص، مش ال 1000 جنيه حسبناها ديون معدومة، يعني شلناها احنا خسارة، وهو ادانا 3، يبقى ما عادش عليه حاجة، صح ولا لا؟ الناس اللي كانت بتقول عليه 1000، وكده مش عليه أي حاجة خلاص، أنا لغيت حسابه كله، ما عادش عليه أي حاجة، حتى أنا جايبه أهو في قدامي في الطرف الدائن جايبه ب 4، يعني لغيت حسابه، بس شلت منه خسارة 1000 واداني 3. طيب بص بقى يا سيدي، طب لما يحصل بعد كده، ما هو ده اللي هيحصل دلوقتي، اللي هيحصل بقى إن هو هيدينا ال1000 ده تقريبا. استطاع مركز ديفوداك تحصيل المبلغ التي تم اعدامه من الدين المستحق. شوف بقى، انا ممكن احل هنا بطريقتين. في طريقه سهله، طريقه سهله قوي يا جماعه. بص،
بص الطريقة السهلة دي، مش أنا كده حصلت، مش أنا كده حصلت 1000 جنيه صح؟ أنا حصلت 1000 جنيه هيبقى من حساب الخزينة بـ1000، مش أنا كنت شلت خسارة قبل كده ديون معدومة بـ1000 جنيه صح؟ أنا كنت شايل خسارة قبل كده بـ1000 جنيه ديون معدومة، طب ما تعوض خسارة عوضها بمكسب، يبقى دي شالت دي، يعني كانت الديون المعدومة قبل كده بـ1000 جنيه، طب ما تعمل دلوقتي ديون معدومة مستردة ده مكسب، والديون المعدومة اللي كانت بـ1000 خسارة تشيل يتشال قصادها الديون المعدومة المستردة المكسب، ودي تشيل دي، ولا كأن خسرت ولا كأن حصل أي حاجة. واضحة ولا أقول تاني؟ تاني أهو، نرجع تاني كده للقيد، مش أنا كان في خسارة أهي جت في المدين ديون معدومة بـ1000 جنيه، طب ما الخسارة دي أنا عندي حلول بقى، ممكن ألغي بقى الديون المعدومة مش عارف وأرجع أعمل إيه ونقعد نلف وندور. طب ما ممكن في ثانية واحدة إحنا نصلح الموضوع ده. يا سيدي أنت دلوقتي خسرت 1000، طب لو أثبتت إن أنت كسبت 1000 يبقى أنت كده خسرت أي حاجة؟ يعني أنا دلوقتي أنت خسران 1000 جنيه، هو أنت كتبت إن أنت خسران 1000 جنيه، طب لو جيت بعدها قمت أنت كاتب إن أنت كسبت 1000 جنيه تانيين، يبقى كده دي هتروح مع دي، صح ولا لأ؟ هو ده اللي أنا عملته يا جماعة، هنا ديون معدومة جت مدين خسارة بـ1000، طب هجيب بقى في الطرف الدائن أدام أنا حصلتهم هجيب كلمة ديون معدومة مستردة، ده إيرادات دائن ربح 1000 جنيه، ومش الديون المعدومة اللي مستردة دي أنت قبضتها في الخزنة، يعني خزنتك زادت بـ1000، يبقى من حساب الخزينة بـ1000 جنيه إلى حساب الديون المعدومة المستردة بـ1000 جنيه. ها مش لازم أثبت بقى إن محمود اللي دفعها في الطريقة دي، طب ما الطريقة دي أنا ما برجعش حساب محمود خالص، أنا بالطريقة دي ماليش دعوة بحساب محمود. الطريقة دي بتصلح لو الديون المعدومة دي هي بتصلح في أي حال من الأحوال، مفيهاش مشكلة، بس خصوصا خصوصا لو كانت الديون المعدومة دي، ما هو طبعا أيوه بالظبط يا أستاذ محمد عبد الرحمن، هو أصلا حساب محمود دلوقتي يا جماعة معلهوش أي حاجة، ما يلزمنيش بقى الفلوس دي جت منين إيه؟ يعني حساب محمود معلهوش أي حاجة فعلا، وانا قبل كده شايل خساره بـ1000، طب ما انا اكسب دلوقتي 1000 واخد 1000 جنيه خلاص كده، يبقى دي شالت دي. الطريقه دي بتصلح كمان، افضل حاجه للطريقه دي انها تتعمل لما الديون المعدومه دي ترجع لي في سنه تانية، بمعنى انا شلت خساره ديون معدومه في 2011، شايل ديون معدومه في 2011 بـ1000 جنيه، الديون المعدومه دي رجعت لي في 2012، طيب في الحاله دي انا حسبت في 2011 خسائر 1000، تقوم حاسب في 2012 مكاسب 1000 خسائر ال 1000 في 2011 قصاد مكاسب ال 1000 في 2012 بس، طيب يعني الطريقه دي تبقى في ايوه طيب ده موضوع تاني بقى، دي موضوع تاني بقى، موضوع اشتري ديون معدومه لا مفيش مخصص يا جماعه، مخصص ليه؟ مخصص ليه؟ دي ديون اتعدمت خلاص، ما عملهاش مخصص، ديون اتعدمت 100% فما فيش فيها لا مخصص ولا فيها اي حاجه تانية، الديون المشكوك في تحصيلها اللي بتعمل لها مخصص. طيب يبقى دلوقتي في طريقه لاثبات الديون المعدومه اللي رجعت لي من حساب الخزنه، زود خزنتك بقى بالمبلغ اللي رجع لي الى حساب، واحسب ايرادات ب 1000 جنيه، والايرادات دي تشال مع الايه؟ المصروفات القديمه، خلص. لا طبعا الديون المعدومه ملهاش مخصص. طيب في طريقه تانية، تعالى بقى ولا كاننا حلينا بالطريقه دي، وهيتضح لك الامور اكتر بعد الطريقه دي. بص احنا اخر حاجه وصلنا لها ايه؟ ان احنا اعدمنا ديون ب 1000 جنيه، صح؟ بقول لك بقى على حاجه، ومحمود ما عادش عليه حاجة صح؟ نرجع محمود عليه 1000 جنيه تاني، وبعد كده نحصل من محمود ال 1000 جنيه، لفة بقى، هنرجع محمود عليه 1000 جنيه بس تاني، ونلغي الديون المعدومة ولا كأننا خسرنا بقى، الغي الخسارة ورجع محمود عليه 1000 جنيه، بعد كده حصل من محمود ال 1000 جنيه، خلصت كده. دي الطريقة اللي هي اللفة العادية، يعني هعمل إيه؟ اهو يا جماعه ما تلغي، اولا رجع محمود من حساب محمود ب 1000 جنيه، رجعه عليه 1000 جنيه الغي الديون المعدومه، الديون المعدومه هنا جت مدين صح؟ لا الغيها، هاتها دائن الى حساب الديون المعدومه، يعني كده قد ده معناه ايه؟ اثبتت ان لسه في عميل اسمه محمود عليه 1000 جنيه ولغيت الخساره اللي كنت شلتها ب 1000 جنيه، يبقى انا كده ما شلتش خسائر ومحمود لسه عليه 1000. طب بعد كده حصل لي بقى من محمود ال 1000، يلا يا سيدي حصل من محمود ال 1000 من حساب الخزينة إلى حساب محمود، خلص. ها يبقى دي الطريقة الأولانية، دي الطريقة الأولانية بعد ما حسبت الديون معدومة المدين خلاص إلغيها يا سيدي، يعني هاتها دائن
ورجع العميل عليه فلوس اهو، هجيب الديون المعدومه دين ورجع العميل عليه فلوس من حساب العميل الى حساب الديون المعدوم. بعد كده حصل عادي خالص من العميل من حساب الخزنه الى حساب العميل. هل الطريقه دي تصلح لو الديون المعدومه دي رجعت لي في سنه تاليه؟ هل الطريقه دي تصلح لو الديون المعدومه رجعت لي في سنه تاليه؟ وليه؟ وليه تصلح او ليه ما تصلح؟ ليه الطريقه دي تصلح او ليه ما تصلح؟ محدش لسه جاوب، لا مفيش ايرادات مستحقه خالص من الموضوع. انا هنا سؤالي الطريقه دي تصلح ولا لا؟ ولو هتصلح قول لي هتصلح ليه، ولو مش هتصلح الطريقه دي مش هتصلح ليه. يعني الطريقه دي تنفع ان انا اشتغل بيها لو الفلوس المعدومه دي رجعت لي في سنه تاليه من تاريخ اعدام الدين؟ طب ليه بقى الناس اللي قالت لا تصلح، لا تصلح ليه برضه؟ طيب بصوا هنا، هو انا خلاص لو اعدمت الدين هنا ده يا جماعه، لو انا اعدمت الدين ده هنا وقفلت السنه على كده، بدات سنه جديده، ركزوا بس معايا، انا بدات سنه جديده اهو، في عندي ديون معدومه ولا حاجه؟ هو انا في عندي ديون معدومه؟ الكلام ده كان السنه اللي فاتت. طب شفت بقى، يبقى انا هلغي ايه؟ هلغي ايه؟ انا هنا لغيت ديون معدومه، ولغيتها ازاي؟ هي اصلا كانت موجوده عندي، وصلت ولا لا؟ انا هنا اعدمت الديون المعدومه يا جماعه، صح؟ الكلام ده 2011 السنة اللي فاتت. قفل حساباتك، انا قفلت حساباتي اهو، بدأت سنة جديدة 2012، هل انا في السنة الجديدة دي عندي ديون معدومة؟ سؤالي هنا، هل انا في السنة الجديدة دي عندي ديون معدومة؟ طب ازاي الغي حاجة مش موجودة عندي؟ ازاي انا الديون المعدومة اجيبها داين؟ ازاي هي اصلا كانت مدين الاول دلوقتي في 2012؟ ما ينفعش. يبقى الطريقة دي ما تنفعش لو الديون المعدومة رجعت لي في سنة تالية. كده هيطلع عندي حساب الديون المعدومة دائن. ازاي يعني حساب ديون معدومة يجي لي دائن؟ ازاي خسارة تجي لي دائن؟ يعني ايه لو رحلتها ديون معدومة راحت فين بعد كده؟ رحلتها امتى؟ انا بتكلم دلوقتي ان في دين اتعدم في 2011، وجيت في 2012 الدين ده رجع لي، الديون المعدومة اتقفلت اخر السنة، ايه؟ خسارة في قائمة الدخل، مصاريف في قائمة الدخل، يعني ايه؟ خلاص كده اتقفلت، يعني ما عادش عندي رصيد اسمه ديون معدومة. انا ابتديت سنه 2012 ما عنديش خالص ديون معدومه، فازاي تبع الطريقه دي ان انا قللت الديون المعدومه؟ ما قللتها من ايه؟ هو كان في اصلا ديون معدومه في 2012؟ ما فيش، فعشان كده الطريقه دي ما تنفع. امال بقى شوف الطريقه التانيه، الطريقه التانيه هي اللي صح بقى في الحاله دي. ليه؟ انت الديون المعدومه في 2011 اتقفلت في قائمه الدخل، خلاص اتقفلت مصروفات راحت. لما جيت في 2012 ما لقيتش ديون معدومه، صح؟ لغايه هنا انتوا معايا؟ انا جيت في 2012 اهو ما فيش معايا ديون معدومه خالص. طب اعمل ايه بقى لما الديون دي ترجع لي؟ يا سيدي ما تثبتها ربح، يعني انت خسرت في 2011 مقابل ان انت كسبت في 2012. تاني، خسرت في 2011 ديون معدومه مقابل ان انت كسبت في 2012 ديون معدومه مسترده. خلصت كده. يعني والله دي حالات يا استاذ محمد يعني عمليه في الواقع المهني. مثلا عميل توفى ومش واخد عليه مثلا اثباتات، ماشي، هقعد لسه انا اروح اتصل بالورثه بتاعته ومش عارف ايه، الموضوع هياخد اجراءات، وبناء على مبدا الحيطه اثبتها دين معدوم على طول. والله لو رجعت لي بعد كده ابقى اعملها بقى ديون معدومه مسترده، او الغي لي الديون المعدومه ورجعها تاني وحصلها. اما هو عميل توفى ومش واخد عليه اثباتات، لازم اثبت ان ده دين معدوم. عميل عليه فلوس وحتى واخد عليه وصولات امانه، ماشي، بس العميل ده سافر بره مثلا، او بلاش سافر بره، بدور عليه مش لاقيه خالص، بقالي شهور بدور عليه مانيش لاقيه. طب ما تثبتها دين معدوم خلاص. هو انا يعني بنسبه كبيره خلاص الموضوع انتهى، تمام؟ فنثبتها دين معدوم، والله يرجع لي بعد كده مفيش مشاكل، بناء على مبدا الحيطه، اللي هو انت الخساره القريبه دي شيلها على طول، شيلها على طول من دلوقتي بقى، شيلها دلوقتي افضل ما تشيلها بعدين، والله رجعت مفيش مشكله. طيب يبقى بص، نراجع تاني. بعد ما انت بتثبت ديون معدومه مدينه ممكن ترجع لي. الطريقه الاولانيه، الغي الديون المعدومه وزود، رجع الفلوس على العميل، يعني اقول من حساب العميل الى حساب الديون المعدومه. بعد كده والله حصل فلوس من العميل عادي خالص من حساب الخزنه الى حساب العميل. والطريقه دي تصلح فقط لو كانت الديون المعدومه رجعت في نفس الفترة
الماليه. فالطريقه دي تصلح فقط لو كانت الديون المعدومه رجعت في نفس الفتره. اما في طريقه تانية بتصلح في اي حال من الحالات، خصوصا لو الديون المعدومه رجعت في سنه تاليه، اللي هي انا دلوقتي خلاص بقى عندي ديون معدومه خساره بمبلغ 1000 جنيه في الطرف المدينه اهو، صح؟ ديون معدومه خساره بمبلغ 1000 جنيه في الطرف المدينه، طب ما خلاص دي خساره، اعمل قصادها ربح وتبقى دي شالت دي، ولا رجع العميل عليه فلوس ولا اي حاجه، يعني العمليه كلها في قيد واحد، من حساب الخزنه اخدت فلوسي تاني اهو ب 1000 جنيه، ماليش دعوه انا اخدتها من مين، الى حساب ديون معدومه مسترده ب 1000 جنيه، والديون المعدومه المسترده ده حسابات حساب ايراد، ايراد ربح، صح كده؟ طيب لو تلاحظوا طبعا باذن الله بنظامنا الجديد يا جماعه، النظام بتاعنا الجديد اللي هي المحاضره الثلاث اربع ساعات الكبيره، بناخد كل ساعه راحه كده 7 دقائق عشان طبعا ايه يبقى في عندنا دماغ ونعرف نستوعب. فدلوقتي اهي تقريبا انا شايف الساعه 10:05 تقريبا في نفس الميعاد اللي احنا اخدنا من ساعه اخدنا فيه راحه، صح كده؟ احنا كل ساعه باذن الله بنريح يا جماعه، ما تقلقوش، يعني احنا بناخد لنا بتاع 3 ريست في المحاضره. طيب نريح بقى دلوقتي برضو، خلوا مش هنتاخر يا جماعه، يعني 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق بالكتير، فخلوا الجهاز مفتوح قدامكم والصوت مفتوح قدامكم، لما تسمعوا صوتي ابقى انا رجعت على طول. اودعكم الله مؤقتا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نكمل. المشتريات تعتبر ضمن المصروفات يعني مدين، والمبيعات ضمن الايرادات دائن. طيب في حاجه المرتجعات، المرتجعات يعني ممكن اشتري بضاعه وارجعها، وممكن ابيع بضاعه وترجع لي. طيب احنا قلنا المشتريات تعتبر مصروفات لانها مدين. البضاعة اللي أنا اشتريتها دي لو رجعتها، أولاً أنا لما بشتري بضاعة بدفع فلوس، صح؟ عشان كده مصروفات. طب لما البضاعة اللي أنا اشتريتها دي لما أنا بروح أرجعها، أنا كنت دافع فلوس قبل كده، فبرجعها وباخد الفلوس اللي أنا كنت دافعها فيها، صح كده؟ يعني في الحالة دي تعتبر إيرادات، يبقى البضاعة اللي أنا شاريها لو رجعتها تتعكس إيرادات، يعني أهو المشتريات تعتبر مدين لانها مصروفات. مردودات المشتريات تعتبر دائن العكس لانها ايرادات. طب تعالى هنا المبيعات، المبيعات اصلا ايرادات، صح؟ ببيع بضاعه وباخد فلوس، بيجي لي فلوس، عشان كده دائن. طب مردودات المبيعات، ها، واحد قام رجع لي البضاعه اللي كان واخدها مني، اقوم انا دافع له حقها، يعني كاني اشتريتها منه اهو، يعني كانها مصروفات. تبقى مردودات المبيعات مدين مصروفات. الشاهد هنا بسهولة إن المشتريات مدين، تبقى مردودات المشتريات إيرادات دائن. المبيعات دائن لأنها إيراد، تبقى مردودات المبيعات مصروفات مدين. حد عايز أعيد على الحتة دي تاني؟ تمام. 25/5/2010 قام محل دعاء لمستحضرات التجميل برد بضاعة قيمتها 1000 جنيه لعدم مطابقتها للمواصفات. اولا انا عايز اعمل القيود بدفتر يومية منشأة سارة، تمام؟ طيب هي دعاء، احنا منشأة سارة، لما محل دعاء يرجع لنا بضاعة ب 1000 جنيه تبقى دي مردودات مبيعات ولا مردودات مشتريات؟ احنا محلات سارة ودعاء رجعت بضاعة ب 1000 جنيه، دي مردودات ايه؟ بالظبط، ما هي ادام دعاء رجعت لنا بضاعة يعني معناها ان احنا كنا بايعين لها بضاعة قبل كده ورجعت لنا، فتبقى مردودات مبيعات. مردودات المبيعات مدين ولا دائن؟ هي دعاء لما ترجع لنا البضاعة احنا هندفع لها ثمنها او هنخصمها من حسابها، صح؟ تبقى مدين. مردودات المبيعات المبيعات، بما ان المبيعات دائن تبقى مردودات المبيعات مدين. يعني هنا هقول في القدة من حساب مردودات المبيعات. طب هل انا دفعت لدعاء الفلوس بتاعتها؟ لا، يبقى اخصمها من حساب دعاء. يعني دعاء كان عليها فلوس نتيجة المبيعات اللي أنا بعتها لها، لما رجعت لي البضاعة اخصمها من حساب دعاء، هات دعاء في الطرف الدائن. يعني هيبقى القيد من حساب مردودات المبيعات بالألف جنيه إلى حساب محلات دعاء بالألف جنيه، صح كده؟ طب لو كنت دفعت لدعاء ثمن البضاعة كان هيبقى من حساب مردودات المبيعات إلى حساب خزينة، تمام. وقد تحملت منشآت سارة اللي هي المنشأة بتاعتنا مصروفات نقل البضاعة وقيمتها 50 جنيه دفعت نقدا. مصروفات نقل البضاعة نوع من أنواع المصروفات، والمصروفات مدين. يعني هيبقى القيد من حساب مصروفات نقل مردودات المبيعات، ده لو أنا عايز تفصيل كويس، من حساب مصروفات نقل مردودات المبيعات ب 50 جنيه إلى حساب الخزينة، دفعتها من الخزنة ب 50 جنيه. حاجة مهمة جدا، وده آخر
ينفع نجمع الاثنين في قيد واحده عادي خالص. ده اخر حاجه ناخدها النهارده، الخصومات بس نركز فيها جامد، نركز فيها جامد، لان الخصومات من الاشياء المهمه. وعلى فكره في كذا طريقه، في كذا طريقه للخصومات، هناخد النهارده الاشهر، والطرق الباقيه هناخدها باذن الله بس في العملي. تمام. غير كده ان في منشورات عندكم على الجروب، على جروب محمود الطواشي او جروب كورس المحاسب المؤهل. تمام. المنشورات دي شرح فيها ثلاث اربع طرق، اربع طرق، طرق الخصم النقدي، خصم النقدي لوحده في اربع طرق شرحه. ممكن نبقى نبص، لان ممكن نستخدم كذا طريقه. هي في الخصم النقدي في طريقه واحده بس اللي مشهوره، ممكن الناس ما تكونش سمعت عن الطرق التانية. طيب ده اخر درس النهارده، نركز بقى فيه عشان مفيش ريست تاني. ده كده اخر حاجه، الخصم على البضاعه. والله الخصم عندي كذا نوع، ممكن خصم تجاري، ممكن في خصم نقدي اللي هو خصم تعجيل الدفع، ممكن خصم كميه. خصم تجاري وخصم نقدي متعلق بالسداد او التحصيل، يعني اخد خصم لو سددت في الميعاد، او ادي خصم لو حصلت فلوس في الميعاد. خصم الكميه متعلق بكميه البضاعه، سواء اللي انا اشتريتها او اللي انا بعتها. طيب في مبدا، هو انا لو انا بايع بضاعه، طبعا لو انا بعت بضاعه هدي عليها خصم. تمام. فلو اديت خصم، الخصم ده بالنسبه لي نسبه الخصم، مبلغ الخصم ده اللي انا خصمته بالنسبه لي خساره ولا مكسب؟ لو انا بايع بضاعه واديت خصم، هل الخصم ده يبقى خساره ولا مكسب؟ خساره بالظبط. يبقى الخصم اللي مع المبيعات يعتبر خساره مدين، والخصم اللي مع المشتريات، انا لما بشتري بضاعه باخد خصم، بكسب خصم، يعتبر خصم دائم ايراد. طيب ده كده مبدا عموما من انواع الخصومات. اي نوع من انواع الخصومات، الخصم يعتبر خساره لو انا البائع، ويعتبر مكسب لو انا المشتري. تعال ندرس نوع من انواع الخصومات. بس قبل ما ادرس نوع من انواع الخصومات، اقول لكم على حاجه حلوه. شايف المردودات؟ يعني مثلا انا عندي المشتريات مدين، ومردودات المشتريات دائم، صح؟ في حاجه اسمها مسموحات المشتريات، وهي برضو دائم. مسموحات المشتريات دي اللي هي الهدايا، مسموحات هدايا او هدايا من البضاعه على البضاعه. بمعنى انا لما بشتري بضاعه اخد عليها بونص، مثلا اشتري دسته واخد عليها قطعه هديه، القطعه دي بنسميها مسموحات. طيب لو انا شاري بضاعه بنسميها مسموحات مشتريات. طب بالله عليك، انا لو اخدت بضاعه هديه على بضاعه شاريها، ده يبقى ايراد، يبقى مكسب ولا خساره؟ اخدت قطعه هديه على دسته كنت شاريها، يبقى مكسب. طيب خلاص، المكسب دائم، يبقى مسموحات المشتريات دائم. طب ببساطه كده اربطها مع المردودات، اربط المسموحات مع المردودات. بمعنى ان المشتريات مدين، تبقى مردودات ومسموحات المشتريات دائم. طيب المبيعات دائم، تبقى مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات مدين. طبعا انا ببيع بضاعه وبدي عليها هدايا، تبقى مسموحات المبيعات دي خساره مدين. واضح الكلام ده؟ عشان اعتقد دي يعني مش محتاجه شرح لوحدها. اربطها، اربط المسموحات مع المردودات دائم. طيب نرجع تاني لمرجعنا اللي هو الخصم. تعال ناخد بقى نوع من انواع الخصومات. اولا الخصم التجاري. احيانا لما اجي اشتري فاتوره بتلاقي كده ظاهر في الفاتوره مثلا معجون اسنان، مثلا ليها معجون اسنان سيجنال 2، السعر بالنسبه للمستهلك النهائي مش للمحل انا، يعني انا شاري معجون سيجنال 2، السعر للمستهلك بتاع اللي انا هبيعه اصلا للمستهلك مثلا 10 جنيه، وقام مديني عليه خصم 10%. طيب الخصم ال 10% ده بالنسبه لي يمثل ايه؟ ده بيمثل الربح بتاعي على فكره لما اجي ابيع. يعني اصلا معجون اسنان سيجنال 2 لو نزلت تشتريه من الصيدليه هتشتريه ب 10 جنيه. انت المستهلك الطبيعي هتنزل تشتريه ب 10 جنيه. تمام؟ انا بقى لما اجي اشتري البضاعه دي هشتريها ب 10 جنيه؟ ده انا لسه هبيعها للمستهلك، انت مثلا هتشتريها ب 8 9 7 عشان انزعها للمستهلك ب 10. تمام؟ طيب ده كده نوع من انواع الخصومات التجاريه، اللي هو خصم على الورق المفروض ما سجلوش. يعني هو بيكتب لي في الفاتوره سعر بيع المستهلك اللي انا هبيع له، ويكتب لي عليه خصم. الخصم ده يعني عشان يعني هو كده معناه ان هو مديهوني باقل من سعر بيع المستهلك ب 10%. يبقى انا كده معجون الاسنان واقف عليا ب 9 جنيه. هو اللي هو ال 10 جنيه سعر بيع المستهلك في 90% خصم مني.
يبقى واقف عليا 9 جنيه، واقف عليا ب 9 جنيه، انزل انا بيعه ب 10. ده هل ده خاص؟ هل ده هو كده اداني خاص؟ هل هو كده يعتبر عقلانيا ان هو اداني خاص؟ لا طبعا، ده ولا اداني خصم ولا اي حاجه، اهو ده اسمه خصم تجاري، خصم على الفاتوره، ولكنه في الحقيقه ما لا يعتبر مكسب ولا يعتبر خساره ولا يعتبر اي حاجه. كده يعتبر ان انا اشتريت معجون سيجنال 2 ب 9 جنيه، هنزل ابيعه ب 10 جنيه، خلصت، ده مكسب من البضاعه عادي خالص، اهو ده نوع من انواع الخصم التجاري. يبقى كده الخصم التجاري بيظهر في الفاتوره، صح؟ ظاهر معايا في الفاتوره، معجون اسنان ب 10 جنيه، خصم 10%، يبقى كده ظاهر معايا في الفاتوره. ولكني لما اجي اسجله في الدفاتر، هل انا اسجله بسعر بيعه واخصم منه 10%، ده يبقى المكسب بتاعي؟ لا طبعا، لما اجي اسجله في الدفاتر هسجله بعد الخصم، يعني كاني اشتريته ب 9 جنيه فقط، يبقى من حساب المشتريات مثلا ب 9 جنيه الى حساب الخزينه ب 9 جنيه، ولا كان في خصم. يبقى الخصم في الفاتوره ولكنه لا يظهر في الدفاتر ولا يسجل في الدفاتر. وصلت يا جماعه المثال؟ وصل المثال ده؟ مثلا زي ما قلنا واحد بيبيع لي حاجه بسعر المستهلك ويديني عليه خصم. نوع تاني من انواع الخصومات التجاريه مثلا، او شكل تاني، انا مثلا محل ببيع بضاعه، انا عايز ابيع البنطلون ب 80 جنيه، قمت رايح بره او على الفاتوره كتبت ان البنطلون ب 100 جنيه بخصم 20%، انا اللي ببيع، هل انا كده خسرت حاجه؟ هل انا كده قللت من مكسبي؟ اطلاق، انا اصلا عايز ابيع البنطلون ده بس عشان مش مفيش فصال، فقلت ان هو ب 100، زودت، ده انا زودت على سعره، والشويه اللي زودتهم دول رحت مقصتهم، انا اصلا عايز ابيع البنطلون ب 80، قمت كاتب 100 وقمت كاتب خصم 20% عشان في الاخر ابيعه برضه بال 80 اللي انا عايزه. ده برضه نوع تاني من انواع الخصومات التجاريه. يبقى انا دلوقتي على الفاتوره اللي انا هديها للعميل هيبان ان في البنطلون ب 100 جنيه بخصم 20%، يعني الخصم ظهر في الفاتوره، ولكن لما اجي اسجل عندي في الدفاتر مش هسجل ان البنطلون ب 100 جنيه وانا عايز ابيعه وانا بعته ب 80، لا، لان انا اصلا في الحقيقه سعر بيعه اصلا ب 80، فهسجل عندي في الدفاتر بالصافي ان انا بعت البنطلون ب 80 على طول، وده شكل اخر من الخصومات التجاريه. يبقى عموما كده الخصم التجاري قلنا هو بيبان في عمليه البيع او الشراء، بيبان في الفاتوره ولكن ما بيظهرش معايا في الدفاتر خالص، لا خصم ولا اي حاجه، وبيسجل بالصافي المبلغ بعد الخصم. ففي الحاله دي الخصم التجاري يا جماعه لا يمثل خساره للبائع ولا يمثل مكسب للمشتري ولا يمثل اي حاجه ولا يظهر اصلا في الدفاتر. يعني تعالى هنا نشوف المثال ده، لو تم شراء بضاعه نقدا بمبلغ 10000 جنيه بخصم تجاري 10%، ها، خصم تجاري، يعني انا اصلا عايز ابيع، عايز اشتري اصلا البضاعه دي كده سعرها الطبيعي، او سعر بيعها انا هبيعها للمستهلك ب 1000 جنيه، انا هبيعها اصلا للمستهلك ب 1000 جنيه، يبقى انا هروح اسجلها عندي في الدفاتر ان انا اشتريتها ب 1000 بسعر بيع المستهلك واخصم منها 10%، لا طبعا، شيل ال 10% من ال 1000 وسجل بالصافي اللي هو ال 900. فاهمين يا جماعه؟ يعني تم شراء بضاعه نقدا بمبلغ 1000 جنيه بخصم تجاري 10%، الخصم التجاري ده ولا كانه موجود، الخصم التجاري ولا كانه موجود، تمام؟ بمعنى ان ال 10% دي شيلها من ال 1000 جنيه وسجل المبلغ بالصافي، وسجل قيد عادي خالص، قيد مشتريات عادي خالص، يعني انا هنا اشتريت بضاعه يبقى من حساب المشتريات، دفعتها من الخزنه يبقى الى حساب الخزينه، بس ما تسجليش ال 1000، شيل ال 10% من ال 1000 وسجل المبلغ بالصافي، يعني سجل 900، هو ده الخصم التجاري، لا مثل لي مكسب ولا مثل لي خساره. صعب يا جماعه؟ تمام. تعالى ندخل على تاني نوع، الخصم النقدي. واضح من اسمه كده انه متعلق بالسداد او التحصيل، متعلق بالفلوس، بمعنى ان انا اروح اشتري بضاعه قال لي لو دفعت لي الفلوس كاش هديك خصم، او لو دفعت لي الفلوس كاش خلال فتره معينه هديك خصم. طب ولو ما دفعتش فلوس كاش، لا في خلال الفتره ولا دلوقتي، مش هاخد الخصم. طيب بالله عليك كده، مش الخصم ده لو انا اخدته يعتبر مكسب، ولو انا ما اخدتوش لا مكسب ولا خساره، عادي بقى، يبقى اشتريت بالسعر الطبيعي، صح ولا لا؟ تمام. يبقى هو الخصم بقى، الخصومات التانية دي هي اللي تسجل، هي اللي تسجل عندي في الدفاتر،
خصم نقدي او خصم تعجيل الدفع متعلق بالسداد اما فورا او في خلال فتره معينه. فمثلا يا جماعه انا هبيع بضاعه ب 1000 جنيه، تمام؟ انا هبيع دلوقتي بضاعه ب 1000 جنيه، خلاص انا المفروض المبيعات دلوقتي عندي 1000 جنيه، ويبقى العميل عليه 1000 جنيه. والله انا عشان عايز اخد فلوسي بسرعه بدل ما ابيعها له على الحساب اجل، قلت له ايه البضاعه اللي ب 1000 جنيه دي خدها مني 900 جنيه لو دفعت لي الفلوس دلوقتي. طب مش انا كده ابقى خسرت 100 جنيه من المكسب بتاعي؟ شوف، خسرت 100 جنيه من المكسب، صح ولا لا؟ بدل ما كنت هبيع البضاعه ب 1000 بعتها ب 900. ده انا ايه، بعت البضاعه باقل من اللازم ب 100 جنيه، يعني في خصم هنا 100 جنيه. طب ليه الخصم ده؟ ليه خسرت ال 100؟ والله انا خسرت ال 100 جنيه على اساس ان انا الم فلوسي بسرعه، بدل مكسب يعني ابيع بال 1000 جنيه كلها واقعد الم فلوسي في خلال كذا شهر، صح كده؟ تمام. ففي الحاله دي الخصم النقدي هيمثل لي في البائع خساره، خساره من المكسب يعني، وهيمثل لي في المشتري مكسب، صح؟ انا لما اشتري بضاعه بدل ما هشتريها ب 1000 جنيه هشتريها ب 900 جنيه عشان اسدد كاش، يبقى انا كسبت زياده، صح كده؟ طيب لا، دي طبعا مفيش غير الخصم التجاري هو اللي لا يسجل، الخصم نفسه لا يسجل. ايه الخصم النقدي؟ بسجل، سجل الخصم يا سيدي، يعني سجل مشترياتي كامله، وسجل ان انا اخدت عليها خصم كذا، سجل مبيعاتي كامله، وسجل ان انا اديت خصم كذا. طيب البائع قلنا في الخصم النقدي، الخصم النقدي خصم المتعلق بالسداد او التحصيل، لو انا البائع قلنا هتبقى خساره، الخصم 10% مثلا دي هتبقى خساره، الخساره مدين بنسميها خصم مسموح به من حساب خصم مسموح به. طب لو انا مشتري واخدت خصم يبقى مكسب، كسبت خصم، هيبقى اسمه خصم مكتسب، ويبقى صلح دي هتيجي في الطرف الدائن عشان ربح، عشان مكسب، خصم مكتسب كسب الى حساب الخصم المكتسب. دي ال 10%، قيمه ال 10% هتجيلي في الطرف الدائن الى حساب الخصم المكتسب. يا شباب مفهوم الكلام ده؟ طيب عايز اعرفكم على حاجه، الطريقه المتعارف عليها، الطريقه دي اللي قدامنا دي اسمها الطريقه الاجماليه في الخصم، او طريقه الخصم بالاجمالي، دي المتعارف عليها هنا، ولكن مش دي الطريقه فقط الموجوده، في اربع طرق او في ثلاث طرق تانيين غير دي واكتر كمان. انا عملت منشور شرح الاربع طرق، اربع طرق للخصم النقدي. اولا طريقه الاجمالي اللي هي دي، ثانيا طريقه الاجمالي، طريقه الاجمالي نهايه العام او نهايه الفتره، ثالثا طريقه الصافي، ودي ناس كتير بتقول على طريقة الصافي إنها أفضل طريقة فيهم. رابعا طريقة المخصص. في أربع طرق لإثبات الخصم النقدي، معظم الآراء بتتجه لطريقة الصافي. طريقة الصافي شبه الخصم التجاري، يعني شوف شبه الخصم التجاري وموجود في الخصم النقدي. الطريقة الأخيرة طريقة المخصص. طيب طبعا احنا عشان ما نتلبخش هناخد الطريقه الاشهر في مصر او الاشهر عموما عندنا في الوطن العربي، اللي هي طريقه الاجمالي اللي انا شرحها، اللي هو تسجل مبيعاتك بالاجمالي او تسجل مشترياتك بالاجمالي وتقوم مسجل لي نسبه الخصم، دي اسمها طريقه الاجمالي. احنا هنا في الوطن العربي عموما معظم تعاملاتنا ان ما كانتش كلها بتبقى الطريقه الاجماليه، ولكن في خارجها في دول تانية بتتعامل طرق تانية وبتفضل طرق تانية، ومنها الطريقه طريقه الصافي. الناس بتقول حتى هنا في الوطن العربي او في مصر ان طريقه الصافي كمان أفضل من طريقة الإجمالي حتى ضريبيا ومن كل النواحي. طيب خصم الكمية هنبقى، طب اللي عايز يقرأ ويستزيد
الاربع طرق. اولا هي لازم تفهم الطريقه الاجمالي كويس، افهم الطريقه الاجماليه كويس قوي، وبعدها تفهم الطرق التانية، خصوصا طريقه الصافي. ركز على طريقه الصافي افضل. تمام. الطرق التانية، في منشور انا عامله على الجروب كورس المحاسب المؤهل، او جروب بتاعي، او على الموقع بتاعي. اعمل سيرش في الموقع عن طريقة الخصم النقدي بالصافي او طرق الخصم النقدي، هتلاقي الموضوع ده عندي، وهبقى انزل المنشورات الايام الجاية دي بالطرق دي. طيب، خصم الكمية متعلق بكمية المبيعات. والله يجي يقول لي انت، انا لو انا اشتريت منك مثلا 1000 قطعة هتعمل لي خصم 10%، لو انت اشتريت مني 1000 قطعة هعمل لك خصم 10%. طب ما نفس الكلام يا جماعة، تسجل مشترياتك او مبيعاتك بالاجمالي. تمام. سجل مشترياتك او مبيعاتك بالاجمالي زي الاجمالي في الخصم النقدي. سجل مبيعاتك او مشترياتك بالاجمالي وسجل نسبة الخصم. طب الخصم ده بالنسبة للبائع هيعتبر خسارة مدين، هقول من حساب خصم كمية مدين، وبالنسبة للمشتري هيعتبر مكسب دائن، هسميه الى حساب خصم كمية دائن. يبقى انواع الخصومات 3: الخصم التجاري اللي ما بتسجلش عندي في الدفاتر ولا كأنه موجود، وده بنسميه كده الخصم اشتغالة يعني. الخصم النقدي متعلق بالسداد، واللي هو لو انا بائع بسمي الخصم من حساب خصم مسموح به، ولو انا مشتري بسميه الى حساب الخصم المكتسب. خصم الكمية المتعلق بالكميات، اللي لو انا بائع يبقى من حساب خصم كمية مدين، ولو انا مشتري يبقى الى حساب خصم. طيب ناخد المثال ده، وده يبقى اخر مثال، وده يبقى اخر مثال النهارده، وهنقف طبعا لغايه هنا، نقف لغايه هنا، وهقول لكم هتعملوا ايه، والمحاضره السادسه باذن الله نكمل. طيب نشوف المثال. مطلوب عايز قيود دي، بعت بضاعه بمبلغ 5000 جنيه لمنشاه التقوى على الحساب، ده وما خدتش فلوسي، بخصم نقدي 4% اذا تم السداد قبل نهايه يناير 2007، وخصم كمية مقداره 5% إذا زادت مشترياته خلال العام عن 10,000 جنيه. أولا خصم الكمية ده هعمله نهاية السنة صح ولا لأ؟ مش دلوقتي خالص، هو بيقول لي خصم كمية 5% لو المشتريات زادت عن 10,000 جنيه. طيب ما استنى بقى في نهاية السنة لما تشوف المشتريات زادت ولا ما زادتش في نهاية العام صح ولا لأ، يبقى خصم الكمية ده ولا له أي لازمة حاليا. طب خلينا نرجع لفوق. طب والخصم النقدي ده، انا هشتغل دلوقتي في طريقه الاجمالي، طريقه الاجمالي في الخصم النقدي. طيب الخصم النقدي ده ملوش اي لازمه اصلا دلوقتي لانه معلق على شرط، بمعنى ان انا مش هدي، انا بايع بضاعه هنا فمش هدي الا لو اخدت فلوسي قبل يناير صح ولا لا؟ هل انا اخدت فلوسي دلوقتي؟ ركزوا معايا، خلاص قربنا نخلص. هل انا اخدت فلوسي حاليا؟ خلاص يبقى مفيش اي خصم، يبقى عملية مبيعات عادية خالص بالإجمالي أهو. يبقى أنا بعت بضاعة ب 5000 جنيه للتقوى على الحساب، يبقى من حساب التقوى إلى حساب المبيعات ب 5000 جنيه، وأدي القيد أهو، من حساب التقوى إلى حساب المبيعات ب 5000 جنيه. وافتكر بقى إن في خصم، هنبقى نشوف بقى لما آخد فلوسي قبل نهاية يناير. طب في 15/1 اشتريت بضاعة 2000 جنيه من محلات الهدى على الحساب بخصم نقدي 5% لو انا دفعت خلال شهر. طب هو انا دفعت؟ لا ما دفعتش، يبقى ولا كأن في خصم حاليا. سجل مشترياتك بالاجمالي، يبقى من حساب المشتريات ب 2000 الى حسابين صح؟ من حساب المشتريات ب 2000 الى حساب الهدى ب 2000. طيب في 20/1 قامت منشأة التقوى بسداد المستحق عليها بشيك على البنك. ارجع كده شوف ليه. التقوى التقوى التقوى، ده انا كنت بايع للتقوى يوم 5/1، وكنت واعدها ان انا هديها خصم 4% لو سددت قبل نهاية 1. ولو انا بصيت هنا في تاريخ سدادها، التاريخ اللي انا اخدت فيه الفلوس، هلاقي ان انا لسه في 1 والتقوى ادتني فلوسي. طب بالله عليك، في الحالة دي هديهم خصم ولا مش هديهم؟ انا هديهم خصم في الحالة دي، لان هم حققوا الشرط.
طيب بص، عشان ما تتلبخش في موضوع الخصومات ده، اعتبر ان مفيش خصم، يلا اعتبر ان مفيش خصم، يلا الطاقة عليها كام؟ 5 صح؟ ها الطاقة عليها 5، اعتبر كده ان مفيش خصم، يلا. وانا اخدت فلوسي من الطاقة، كنت هقول ايه؟ كنت هقول ايه لو انا اخدت فلوسي من الطاقة؟ اخدتك من الطاقة، كنت هقول ايه؟ بشيك يعني من حساب البنك، ماشي، يبقى من حساب البنك الى حساب التقوى، صح؟ مش انا كنت هعمل كده؟ لو مفيش خصم كنت هعمل كده، اتعامل كده يا سيدي وهقول لك هتزود ايه دلوقتي. كنت هقول من حساب البنك ب 5000 الى حساب التقوى ب 5000. طيب دلوقتي بقى في خصم، هنزود حاجه. طب مش انا اللي بائع؟ يعني انا اللي هدي خصم، صح كده؟ انا بائع يعني انا هدي الخصم. طيب بدل ما البنك هيبقى بال5000 جنيه وانا اللي هدي الخصم، ايوه، فهيبقى البنك، يعني بدل ما يبقى البنك انا مش هاخد ال5000 جنيه كلهم، ده انا هدي خصم، تمام؟ فهيبقى في خصم مسموح به في الطرف المدين، مش انا البائع. يعني انا لما بدي خصم، انا لما بدي خصم يعتبر خسارة في الطرف المدين. خلاص، مش انا قلت لك يا سيدي القيد لو انا كنت هاخد فلوس من التقوى بدون خصم ومن غير اي حاجه كان هيبقى من حساب البنك، ركز معايا، الى حساب التقوى على طول. طيب شوف، ثابتين اهو، من حساب البنك الى حساب التقوى، مفيش فيه اي مشكله. بس انا بائع واديت خصم دلوقتي، هات الخصم، خصم مسموح به في الطرف المدين مع البنك. يعني دلوقتي هيبقى القيد من حساب البنك والخصم المسموح به الى حساب التقوى. طيب التقوى كان عليها كام؟ 5000 جنيه، اهو سقطت حساب ال 5000. ما انا ما قبضتش بقى ال 5000 جنيه كلهم من البنك، لا، اقسم لي ال 5000 جنيه الاثنين، في خصم مسموح به والباقي حصله. خصم مسموح به 4%، 4% من ال 5000، يعني 4 في 4 على 100 في 5000 طلع مسموح به 200 جنيه. يبقى الباقي اللي انا حصلته اللي هو ال 5000 جنيه ناقص ال 200 4800. فاهمين يا جماعة ولا أقولها تاني؟ فاهمين ولا أقولها تاني؟ كله فاهم أكيد؟ تمام. طيب تعال نشوف بعد كده. تم بيع بضاعة بمبلغ 4000 جنيه بخصم تجاري 10%، والله ده خصم تجاري، يبقى شيل ال 10% من ال 4000 وسجل عادي خالص، مفيش خصومات. أنا بعت بضاعة، أولا المبلغ كده شيل 10% من ال 4000 جنيه. هتبقى 3600 بس، بقى المبالغ دي البيع ده كله اللي عملته 3600 ولا كأن في حاجة. أنا بعت نقدا، يبقى من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات ب 3000 جنيه 600. حد معترض؟ من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات ب 3600 على طول، سجلت بالصف. حد معترض؟ ماشي، نشوف اللي بعده. تم سداد المستحق لمحلات الهدى نقدا. طب ما ترجع لي كده. الهدى انا اللي سددت الهدى، والله انا اشتريت من الهدى يوم 15/1 وهم كانوا موعديني بخصم نقدي 5% لو سددت خلال شهر، يعني اخري 15/2. طب بص هنا كده 2، وانا كنت مشتري، اخد خصم ولا لا؟ كانوا موعديني ان انا لو سبت شهر وانا كنت شاري في 15/1 اخد خصم ولا لا؟ اخد خصم. طيب اتعامل دلوقتي ان مفيش خصم، اتعامل دلوقتي ان مفيش خصم خالص خالص خالص. لو انا هسدد فلوسي للهدى نقدا، كنت هقول ايه في القيد؟ بالظبط، من حساب الهدى الى حساب الخزينه، صح كده؟ اثبت، هو نفس القيد، بس هزود عليه ايه بقى؟ استنى، مش انا دلوقتي شاري بضاعه، انا دلوقتي شاري بضاعه خصم، فكسبت خصم في الدائن. يبقى احط في الطرف الدائن مع الخزنه الخصم المكتسب، يعني هيبقى القيد من حساب الهدى، المفروض القيد من حساب الهدى الى حساب الخزينه. طيب لا، هيبقى من حساب الهدى الى حساب الخزينه وخصم المكتسب الدائن اللي انا كسبته. طب الهدى كلها
كان عليها 2000 جنيه، اخدت خصم 5%، يعني 5 على 100 في 2000 يبقى الخصم المكتسب 100، وادفع الباقي اللي هو ال 2000% 1900. واضح الكلام؟ واضح الكلام يا جماعة؟ آخر نقطتين، تم بيع بضاعة 6000 جنيه على الحساب لمنشأة التقوى وخصم 3% إذا تم السداد، إذا معلق على شرط يبقى ولا كأنه موجود. طب أنا بعت البضاعة ب 6000 جنيه للتقوى على الحساب، يعني من حساب التقوى ب 6000 جنيه إلى حساب المبيعات ب 6000 جنيه. خلص. طب يوم 10/5 قامت منشأة التقوى بالسداد المستحق عليها بشيك على البنك. طب ارجع كده للتواريخ، التقوى أنا كنت بايع لها بضاعة تاريخ 20/3، وبيقول لي إن أنا كنت هديها خصم لو سددت قبل 15/4، وهنا سددت في شهر 5. يعني كسرت الشرط بتاعي خالص، يعني كده ما ادهاش خصم يا سيدي. يلا لو كانت، لو هنسدد اللي هو ايه، هتسدد لنا التقوى الفلوس اللي عليها كلها اللي هي 6000 جنيه، هيبقى ايه القيد؟ قيد عادي خالص، اللي هو من حساب التقوى هتدينا الفلوس من حساب الخزينة او من حساب البنك اهو الى حساب التقوى، صح كده؟ اهو من حساب البنك إلى حساب التقوى 6/6. طب لو كان في خصم، لو كان في خصم 10%، كان هيبقى من حساب البنك إلى حساب التقوى. التقوى عليه 6000 جنيه، كنت هضرب 10 على 100 ب 6000 جنيه، وكنت هحط الخصم عشان أنا بائع فيعتبر خسارة، كنت هحطه مع البنك يعني في المدينة. كنت هضرب 6000 جنيه في 10% يعني 600، والباقي أخده من البنك. كده السؤال خلص، بس في حاجة احنا هنعملها ده. مش انا كنت مواعد، كنت مواعد التقوى دي لو مشترياتها في خلال السنة زادت عن 10000 جنيه اديها خصم كمية 5%، صح؟ طب ما تيجي نحسب، تعالى نحسب التقوى بعنا لها بكام في خلال السنة. اول مرة بعنا لها 5000 جنيه، دور على التقوى تاني، لا دي سددت عايز البيع، بيع بيع، تاني مرة بعنا لها بكام؟ ب 6000 جنيه. يبقى كده احنا بعنا لها طول السنة ب 5 زائد 6 11000 جنيه، مشترياتها دلوقتي كده مننا زادت عن 10000 جنيه، نديها خصم، نديها خصم كام؟ 5 على 100، اضرب الخمسة على مية في 5 على 100 في 11000، طلع كده نسبة الخصم اللي هندهولها 550 جنيه. 550 جنيه. طيب ده خصم ايه؟ هو احنا بايعين صح؟ مش احنا اللي بائع؟ احنا اللي بائع، يعني خصم ده يعتبر خسارة لينا، احنا بعنا وادينا خصم على كمية المبيعات فيعتبر خسارة، الخسارة مدين، مش مسموح بيه بقى، كلمة مسموح بيه ده بتاع الخصم النقدي. احنا دلوقتي خصم كمية، هو مدين، هو كده كده في الطرف المدين، لان انا بائع، انا بائع، فلما ادي خصم وانا بائع يعتبر صار مدين، خلاص هيجي لي في الطرف المدين، بس هيبقى اسمه خصم كمية مدين، عشان ده خصم متعلق بالكميات مش خصم مسموح به اللي هو مش خصم نقدي. يبقى من حساب خصم الكمية المدين بال 550 الى حساب، والله انا ما اديتوش الخصم ده في ايده، نقصه من حسابه إلى حساب التقوى. من حساب خصم الكمية المدين 550 إلى حساب التقوى 550. الكلام ده مفهوم يا جماعة؟ تمام، 10/10. طيب الماتيريال موجود دلوقتي على الموقع اللي هو للمحاضرة الخامسة، خصم كمية متعلق بكمية البضاعة زي ما احنا قلنا في الأول، زي ما احنا قلنا في الشرح من الاول، متعلق بكميه البضاعه ملوش دعوه بالسداد، اللي متعلق بالسداد ده الخصم. طيب بصوا يا جماعه، هتلاقوا في سؤال العمليات الماليه على المعادله، السؤال ده بيقوي دايما، يعني بيقوي اي واحد في المحاسبيه، وهو مش سؤال مهني او سؤال تطبيقي عملي، ولكنه بيقوي الواحد من الناحيه المحاسبيه، فانتوا حلوه
هو طبعا عندكم هنا محلول، حلوه واللي يقف عليه حاجه يقول لي عليه المره الجايه، لان ده انا مش سؤال اكاديمي بحت، فانا مش هحله هنا، فانا كاتبه لكم في الورقه بس كتقويه، فانتوا حلوه معاكم الاجابه، ولو وقف عليكم حاجه تقولوا لي المره الجايه عنه، ونقف لغايه هنا، والمره الجايه نكمل تدريبات قيود، قيود كتير جدا على معظم العمليات الماليه تاني، وفي قيود جديده زائد بقى الاوراق التجاريه والشيكات كمان المره الجايه. والمحاضره الجايه تبقى اخر محاضره نشرح فيها قيود، بعد كده من اول المحاضره السابعه لنهايه ال 48 محاضره بتوع الكورس هيبقوا كلهم تطبيقات عمليه على الدفاتر زي اللي احنا اخدناهم المحاضرتين اللي فاتوا. الماتيريال موجود على الكورس، الماتيريال موجود على الموقع، وبإذن الله نتقابل يوم الخميس القادم الساعة 7:30. لا لا لا، معايير المحاسبة مش هسأل فيها طبعا، معايير المحاسبة دي مديها لكم كملف، عشان مع الوقت، مع الوقت في الكورس هنبتدي نرجع لبعض المعايير. طب ما أنا أقول لك على حاجة، أنت أخدتي شوية من المعايير ده في المحاضرة الأولى، كل محاضرة يا جماعة إحنا بناخد من المعايير، بس ما بناخدش يعني مش بنشرحها بالانتظام، ما بنشرحهاش من الاول للاخر. معايير دي اللي هي القواعد العريضه زي ما احنا قلنا، والمبادئ المحاسبيه المتعارف عليها الاساسيه اللي بنرجع لها لو اختلفنا في بعض المعالجات. فاحنا الكلام اللي احنا بنقول تمام جايبينه من المعايير. مثلا لما نيجي نعمل القوائم الماليه هتلاقي القوائم الماليه دي مكتوبه في المعايير. المبادئ اللي احنا قلناها من المحاضره الاولى، مبدا الحيطه والحذر والوحده المحاسبيه، وحدة النقود، الكلام كله اللي احنا شرحناه في المحاضرة الأولى هتلاقيه مكتوب عندك في المعايير. تمام؟ والفترة المحاسبة كله مكتوب في المعايير. حتة إن أنا بضيف المصاريف اللي صرفتها على الأصول عشان تصبح صالحة للاستخدام، ما دي موجودة في المعايير. فإحنا أصلا طول الكورس ماشيين على المعايير، بس ما بناخدهاش منتظمه من الاول للاخر، زائد ان احنا بعد ما نخلص الكورس مش هنكون اخدنا كل حاجه في المعايير برضه، لان المعايير شامله جميع قواعد المحاسبه. فانا مدي مرفق ملف بتاع المعايير ده لينا عشان نرجع له في بعض الفقرات وبعض النقاط، فاسيبه معاك. ودي مرحله باذن الله ما بعد الكورس، ان انت ممكن تمسك المعايير تقراها انت لوحدك وتذاكرها، وده يفضل يعني افضل شيء، بس مش هنقدر يعني لو في حد عنده امكانيه يقراها دلوقتي وكده يا ريت، بس طبعا ايه حد ما عندوش امكانيه بلاش يلبخ نفسه. والله يا انسه سهر، حته الاخذ والعطي انا ما بحبذهاش لانها بتلبخ، براحتك لو ما بتلبخكيش اشتغلي بيها، هي عموما بتلبخ. احنا خلصنا الحمد لله اللي انا كنت عايز اديه النهارده اهو، وخلصناه على الساعه 11، يعتبر احنا بادئين على فكره 8 من 7:30، فالحمد لله يعني في ساعتين فقط، كنت عامل حساب ان احنا هنخلص 11 ونص كده 12، بس الحمد لله خلصنا. وهو برضو كل محاضرة بإذن الله هنبقى عامل جزء معين نخلصه، لو مشينا بنفس المعدل ده بإذن الله يبقى احنا كده ماشيين تمام. طيب نلتقي بقى بإذن الله الخميس الجاي. حد عايز أي حاجة؟ بارك الله فيكم، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.